يا استاذ انا الورق بتاعي كله ضاع لما بيتنا وقع في الزقازيق. وما عرفتيش تدوري عليه تحت الانقاض؟ ادور عليه بس ازاي اذا كان البني ادمين اللي وقعت على دماغتهم البيوت معرفناش نطلعهم؟ هدور على ورق؟ ما نقدرش نعينك بدون اوراق. اعمل معروف يا استاذ رمضان، شغلها وبعدين نبقى نطلع لها بدل فاجد. هي في الحاله دي تفتكر يبقى بدل فاجد ولا بدل تالف؟ حضرتك بدل فاقد بدل تالف ما فرقتش، المهم انهم يطلعوا. يا فاكهه يا بنتي افهميني، انا مقدرش اشغلك من غير اوراق رسميه، دي تبقى مسؤوليه عليا. يعني حضرتك يرضيك اموت من الجوع لحد ما تطلعوا بدل التالف ده؟ طب حط نفسك مكاني، اعزن انت اللي بيتك وقع فوق دماغك. يا ساتر يا رب. واعزن انت اللي في رقبتك تلات يتامى، هتاكلهم يومين بحالهم منين؟ طب استني يا فاكهه يا بنتي، انا قلبي رهيف ومقدرش استحمل. يعني حضرتك خلاص هتشغلني؟ بس لما اتاكد الاول ان معاكي محو الاميه. طبعا معايا نحو الاميه، امال يعني هتبلع عليها حضرتك؟ من غير لماضه، وريني هتكتب اسمك ازاي؟ ايه بتبصي لي ليه؟ لو ما بتعرفيش تكتبي قولي ما بعرفش. لا ازاي يا استاذ، حتما بتعرف يعني، امال واخده محو الاميه واجهها يعني؟ اكتبي اسمك يا فاكيه، اكتبي، ما تكسفناش قدام الاساتذه. حاضر. فاكيها. يا سلام. عبد الغفار. يا سلام، شايفين الخط جميل ازاي؟ حاجه مفتخره. اتفضلي استنيني شويه. حاضر يا سعاده البيه، الهي يخليك ويبارك لك ويكفيك شر ولاد الحرام. تعرف انها صعبت عليا فعلا. امال يا استاذ، دي تصعب على الكافر. بس على فكره انا هشغلها على مسؤوليتك الشخصيه، اي غلطه من البنت دي انت اللي هتتحملها يا هاشم. ربنا يستر. خابر انك هتعرف تمثلي بالشكل ده. البركة فيك يا استاذ، مش انت اللي قعدت تحفظني كل الكذب ده؟ ده اني صدقت انك فاكيه عبد الستار. عبد الغفار. ايوه ايوه، جبت منين اعزني دي؟ مرات الجنايني بتاعنا كانت دايما تقول لي اعزني يا انسه فريده، افتكرتها وقلت زيها على طول. ده اني صدقت انك جايه من الزجازيج بعد ما بيتكوا وجع. المهم يكون المدير بتاعك هو اللي صدق. ايوه يا ستي صدق، وهشغلك على مسؤوليتي، واي غلطه هتعمليها انا اللي هشيلها في الاخر. مش خايف؟ انت ناويه تغلطي؟ حسب، وانا اصلا مش عارفه هشتغل ايه. هتشتغلي لا مؤاخذه يعني، لا مؤاخذه يعني. هو في شغلانه اسمها لا مؤاخذه يعني؟ لا مؤاخذه يعني عامله نظافه. هاوس كيبر يعني. ما تنسيش ان انت معكيش اي اوراق ويا دوب محو اميه. ماشي ولا يهمك، المهم انا هنضف ايه بالظبط؟ هتنضفي كل حته، المطبخ، المطعم، البسين، كل حته. لا مؤاخذه يعني. لا مؤاخذه يعني تاني؟ لا مؤاخذه يعني هتنضفي التواليتات. معلش يعني حاولت اشغلك معانا في المطبخ ما عرفتش، ولو ما ضايقاك الشغلانه انا ممكن ادورلك على شغلانه تانيه بس بره الماركه. مفيش وقت ندور على اي حاجه تانية، وكفايه ان انا هبقى جنبك يعني ابقى في حمايتك. مساعد الطباخ كده مرة واحدة؟ أيوة طبعا، هو أنا قليلة ولا إيه؟ بس أنت لسه متعلمة الطبيخ من قريب أما أروح مشقة مانيال. طب وإيه يعني؟ تعرفني أما أحب أتعلم حاجة بتعلمها بسرعة. أيوة بأمارة رز الشايط اللي أكلته بالعافية عشان ما كسفكيش. قلبك أسود أوي، مش فاكر غير رز الشايط؟ ما أنت أكلت حاجات تانية حلوة كتير.
هنا بقى هتعلم اصناف جديده خالص وهتاكلها بالعافيه. انا هفضل اكل واشرب، مفيش مدرسه. يا سلام، دلوقتي بتسال على المدرسه؟ ما انت كنت بتروحها بالعافيه. الظاهر ان الواحد ما بيحسش بقيمه الحاجه اللي عنده غير ما يتحرم منها. تقلقش، طول ما انا عايشه مش هتتحرم من اي حاجه. انا خايف نقعد هنا كتير ويفوتني الامتحان. ما تخافش، ان شاء الله مش هيفوتك، بس دعيلي بقى ربنا يوفقني في الشغلانه الجديده. انت هنا يا ست فكيه؟ انا قاعده عماله ادور عليكي. خير يا استاذ شبراوي، في حاجه؟ ايه اللي جابك هنا؟ الاستاذ رمضان مساعد المدير قال لي اطلع نظف الدك. شوفي بقى، لا مساعد المدير ولا المدير ولا صاحب المركب ذات نفسه تاخدي امر منه. انا هنا رئيسك المباشر، تاخدي امرك مني انا وبس. مفهوم ولا لا؟ مفهوم. اتفضلي يلا قدام عشان تنضفي الحمامات العموميه. مالك قرفانه كده ليه؟ مال الحمامات يعني؟ ما نضفتيش حمامات قبل كده؟ لا ازاي، ده انا احسن واحده تنضف حمامات. طب يلا اتفضلي. انا زهقانه، انا هروح معاك الشغل. وهتعمل ايه في الشغل؟ هتفرج على المركب بتاعتك، وبالمرة تبقى مفاجأة لفريدة. الشغل مش فرجة عاد، وبعدين أختك هناك اسمها فاكيهة مش فريدة، وأنت أساسا ممكن تبوظ لنا كل حاجة. أنا مش صغير عشان أبوظ كل حاجة. فضينا سيرة من الموضوع ده، أي زلة لسان منك هننكشف قدام المدير، وبعدين يفتكر إنك كدبت عليه. أنت فعلا كدبت عليه. طب إيه رأيك بقى ما أنتش رايح معايا المركب أساسا؟ خلاص ما تزعلش كده، بهزر معاك يا أبو حميد، مالكش في الهزار ولا إيه؟ تعال تعال. انت هتقعدي تقولي تمسحي؟ يلا عشان قدامنا شغل كتير نعمله. حاضر. خير، وحضرتك ما عندكش اي حاجه تانية تعملها غيري ولا ايه؟ لا كل شويه بشغل انت، عشان لسه جديده بس وضربه لخمه. الله يخرب بيتك. يخرب بيتي؟ لا انا اسفه يا استاذ شبراوي، مش انت، على اذنك. Thank you.
تعالى معايا يا ابو حميد. هتوديني فين؟ انت مش عايز تشوف فاكيها؟ انت مش جاي مخصوص عشان تشوفها؟ ما تقصدش، تلاقيك انت كنت واقف في سكتها ولا حاجه. مخصوم منها خمس ايام، هي مخصوم منها الشهر كله. حرام عليك يا استاذ شبراوي، دي بنت غلبانه بتجري على يتامى. طبعا، ما انت اللي جايبها، عايزه تغرق لنا المركب زي ما كانت هتغرقنا في المايه من شويه. طيب انت ما تعرفش هي فين دلوقتي؟ ما تشوفنا انا الاول بالفضيحه اللي انا فيها قبل ما يجي مستر فوزي ويشوفني في النيله دي. طيب ناشف انت براحتك، ماني لازم نعرف هي فين دلوقتي، وبعدين في حمامات للحاجات دي. والله انا نفدها لك من اول اسبوع. الو، ايوه انا عز. مين معايا؟ ايوه بس انا عندي شغل مش هيخلص قبل 3 ساعات. اوكي، طب انا ممكن اخد العنوان؟ ثانيه واحده بس. فين؟ اسمه ايه محل ملابس المحجبات؟ اوكي، طب ممكن اشيك معاك على عنوان تاني؟ عارفة عمارة العبور. تمام، اوكي، ميرسي، باي. صباح الخير يا عز. صباح النور. كريم جوه؟ ايوه. ممكن تستأذن لي منه امشي ساعة بدري قبل ميعادي النهاردة؟ طب ما هتستأذني بنفسك. مش هيرضى، بقاله فترة كده مش طايق لي كلمة. اكيد زعلتيه في حاجة. ابدا، هو بس حاول يعرف مني فايدة علوان فين، وانا قلت له معرفش. وانت فعلا ما تعرفيش؟ وانا هعرف حاجة زي دي منين؟ طب انت عايزة تمشي بدري ليه؟ عندك حاجة مهمة؟ جدا. طيب انا هحاول اقول لك باذن الله. ميرسي. فاكيه، دول شويه رز وبطاطس عملتهم لك بايديا، لسه طالعين من الفرن ملقلبين ومشطشطين. تفتكر هيبقى لي نفسي اكل اي حاجه بعد اللي حصل النهارده؟ الحمد لله ان مرسي قدر يتصرف بسرعه، واحمد اخوكي ما شافكيش غير وانت في المطبخ. انا عايز افهم بس، انت ايه اللي خلاك تجيبهولي النهارده فجاه من غير ما تقولي؟ انا ايش ضراني بس انك ضحك عليهم فهمانك مساعد الطباخ. ما كانش قدامي غير كده، ما كنتش عايزه احسسه احنا وصلنا لايه. اقول له ازاي ان انا شغاله في الهاوس كيبنج؟ ما كنتش هقدر استحمل نظره الشفقه في عينيه وهو مش عارف يعمل لي ايه. معلش، هم يمين ويعدوا، كلتنا هنا معاك لغايه ما ترجعي بلدكم بالسلام. هتكون اكلت. انا جايبه لك معايا شويه رز وبطاطس، انما ايه، طالعين مشطشطين من المطبخ. انا مطبخ؟ مطبخ الماركت طبعا. انت كنت ايه بتعمل ايه في مطبخ الماركت؟ بعمل ايه ازاي؟ ما انا قايله لك ان انا بشتغل مساعد طباخ. انت مالك بتبصي لي كده زي ضابط المباحث اللي بيدور على السؤال الجاي؟ انا مش محتاجه ادور، السؤال على لساني، بس خايف تزعلي مني. اسأل، مش هزعل. انت ليه قلتلي انك بتشتغلي مساعدة طباخ وانت بتشتغلي هاوس كيبينج؟ انا شفتك بنفسي. كنت
كنتش عايزة أصعب عليك، كنتش عايزك تزعل عليا. هو مفيش شغلانة تانية؟ دلوقتي مفيش شغلانة غيرها. طب خلاص انت قعدي استريحي وانا هروح اشتغل. لسه بدري عليك، بكره تكبر وتشيل المسؤوليه وتشتغل وتريح. انا كل ما اكلمك تقولي لي بكره، نفسي اعرف بكره ده هيجي امتى. جوزك داخل على مشروع اكبر من اسمه. ماهر الشرقاوي كان حاجه ثانيه، كان اسمه له شنه ورنه. البركه فيك يا بيبي، انت اللي هتكبر له اسمه وكلنا هنكبر بنفسك ونفس سيجارتك. الحكايه مش سهله، البنك مش راضي يوافق له على القرض الكبير اللي هو طالبه. طب ما انا هخليه يقدم كل الضمانات المطلوبه. الضمانات مش كفايه، ده قرض بملايين. بس انا اعرف كويس ان كلمتك مسموعه قوي في البنك ده. انا خاف اساعد حد مانيش مالكه في ايدي. حتى لو عرفت ان دندونه ليها مصلحه في القرض ده. مصلحتك على عيني وراسي، بس انا ما احبش اتورط. انت عايز كريم بقى يقول اللي معاكي طنشوكي ومش عايزين يساعدوكي؟ بقى هو برضو هيقول طنشوكي وهيقول اكتر من كده. اخصى عليه الولد ده، ما هوش عارف قيمتك بجد. انا بقولك عرفه قيمتي وجيب لي موافقه على القرض. امري لله، الظاهر اتكتب عليا اسمع كلامك في كل حاجه. طب انا كمان بسمع كلامك في كل حاجه. انتي تعبتينا معاكي قوي، اكيد عمتك زمانة بتدور عليكي. قوليلي فريدة علوان فين عشان تلحقي تروحي قبل ما يقفلوا باب العمارة. معرفش. تعرفيش ازاي؟ انتي مش مخطوبة لعصام العزازي اللي هربت معاه؟ كنت مخطوبة له بس سيبنا بعض. بس اكيد وانتي مخطوبة ليه قالك هربة على فين؟ هو ما كانش بيقول لي اي حاجه عشان كده سيبنا بعض. انت فاكره نفسك هتعرفي تضحكي عليا؟ نزل ايدك. زعلانه قوي من ايدي؟ امال هتعملي ايه لو سبت التور ده عليكي؟ طيب بلاش فريده علوان، قولي لي حبيب القلب فين واحنا هنقدر نعرف منه خباها فين. انا ما اعرفش حتى عصام فين. تلكي مزاج بقى تتهزقي بقى. بتضربيني يا حلوة؟ ده انا ابويا ما عملهاش من ساعة ما نزلت من بطن امي، فاهمة؟ اوعي تعملي كده.
برضه عزه ما بتردش على التليفون. هتجنن يا صالح. قالوا لي في الشركه انها خرجت بدري ساعه وقالت لهم عندها مشوار مهم. مشوار ايه؟ ما هي المصيبه انها ما قالتليش عليه قبل ما تنزل. ممدوح خال كريم قال لي انه سمعها بتكلم واحد في التليفون وبتقول له جاي لك بعد ساعه. مش جايز يكون جالها مشوار مهم وخرجت. كانت هتكلمني تقول لي. لا يبقى انزل بقى ادور عليها. استنى بس، انت ناسي انك متراقب. ويعني متراقب؟ افضل قاعد في البيت ما انزلش ادور على بنت اخوكي؟ طب ما نكلم عصام يمكن يشور علينا نعمل ايه. عصام؟ نكلم عصام. يا بابا اهدى بس، انا هنزل ادور عليها والله العظيم، هنزل بنفسي ومش هرجع غير وهي معايا. اطمن وما تقلقش خالص، ما تقلقش، سيبني انا بس دلوقتي وانا هتصرف. سلام يا بابا. سلام. هتدور عليها فين؟ والله ما انا عارف يا مختار. تفتكر وصلوا لها؟ ده اللي انا خايف منه. بس يا ترى عايزينها في ايه؟ ما هم عارفين انها كانت خطيبتك، اكيد عايزين يعرفوا مكان فريده منها. بس عزه ما تعرفش مكان فريده اساسا. ما هو لو ما وصلوش لمكان فريده هم هيوصلوا لمكانك. ما هجات لك اخر مره لما سابت لك الدبله. انا مش هقدر استنى اكتر من كده. انت قلقان عليها ولا قلقان انهم يوصلوا لفريده عن طريقها؟ ما عادش في وقت للسؤال. استنى يا عصام انا جاي معاك. لا خليك انت هنا عشان لو حصل لي حاجه تبقى تبلغ. طب خلي بالك ممكن قوي يوصلوا لك. مش مشكلة لما يوصلوا لي، أنا أقدر أستحمل الضغوط، لكن عزة مش هتقدر، ملهاش ذنب في اللي بيحصل ده. خليك أنت هنا. يعني أنا أتصرف إزاي دلوقتي يا عصام؟ يعني إيه؟ عايز تقولي إن هما ممكن يجوا ورايا لغاية هنا؟ طيب طيب لو عرفت اي حاجه كلمني. هو التليفون ده في ايه؟ يعني تفتكري عزه ممكن تجرب اللي تعرفه وتقول انت فين؟ عزه ما تعرفش غير حاجه واحده بس، ان انا موجوده في اسوان عند واحد اسمه حسين الشرفي. لو اي حد نزل محطه القطر وسال عن حسين الشرفي الف من يدله. اصل عيله الشرفي كبيره قوي وكلهم عايشين معانا في البلد. يعني كلها كام ساعه والاقي الكلاب دول في وشي؟ ده لو كانوا خطفوا عزة دي فعلا ودلتهم على مكانك. الاحتياط واجب واحنا مش هنستنى لحد ما نعرف اذا كانوا خطفوها ولا لا. يبقى انا لازم اهرب بالورق اللي معايا حالا. لا يا بنتي تهربي كيف؟ حياتك وحياه اخوك في خطر والورق اللي معاكي كمان في خطر. يعني ايه يا عم حسين؟ عايزني استنى لحد اما يجوا لغايه هنا ياخدوا الورق ويؤذونا كلنا؟ لا طبعا. سيبها تمشي يا اخوك دي. والله ما انا عارف يا ولد يعمل ايه. ممكن يجابلوها على الطريق ويستفردوا بيها. الحل الوحيد انها تفضل معانا تحت حمايتنا وحمايه اهل البلد. والورق اللي معاها؟ واحد تاني ينزل مصر يسلمه للنيابه. واحد تاني؟ واحد ما يعرفوش الكلاب اللي بتجي وراها ويقدر يوصل للنيابه قبل هم ما يوصلوا له. الواحد ده هنجيبه منين؟ انا بفكر انزل بنفسي. لا يا بوي اخاف عليك. عندك حد تاني يقدر يقوم بالمهمه دي؟ عرفتي بقى اني لازم اسافر بنفسي؟ واضح انها مش وش بهدله واكيد هتتكلم تقول لنا كل حاجه عشان تفضل بنت بنوت. هقول لكم على كل حاجه بس ارجوك خليني اروح الحمام لو سمحت. عارفه اقول لك ايه يا عم حسين، مهما عملت عمري ما هقدر ارد جمايلكم عليا. يا بنتي فكري شويه، هتمشي كيف في الضلمه دي؟ الصباح رباح وانت مش حازيه في القطر. مش مشكله يا عم حسين،
احنا نروح بس محطة القطر وربنا يسهلها ان شاء الله حتى نركب قطر بضاعة. استني يا فريدة، بوي كان عنده حق لما قال ان مشاينك دي واقفين خطر على حياتك، اذا كان على الورق اللي معاك انا ياخده منك وانزل بيه مصر واسلمه في النيابة. سكتنيها يا بنتي؟ ابدا يا ام حسين، انت عارف قد ايه الورق ده مهم بالنسبة لي. الجماعة اللي بيجي وراكي ما يعرفوش هاشم، والورق مع هاشم هيبقى في امان. ايوه يا هاشم، بس انت كده هتسيب شغلك بسببي. لا ما تقلقيش، انا رصيد اجازاتي لسه بخير. اطمن يا بنتي، زي ما حافظنا لك على الورق لغايه ما جيتي خدتيه، هاشم هيحافظ لك عليه لغايه ما يسلموا للنيابه. اسمعي كلامي يا فريده، بلاش ننزل مصر لوحدنا، انت ناسي هم معانا وفينا ايه؟ مش قادر اقول لك انا قلقت عليك قد ايه. انا قلبي وقع لما عرفت ان انت اتخطفتي. ياه، انا مش عارفه اقول لك قد ايه الكلام ده مفرحني. يا ريتني كنت بتخطف كل يوم عشان كنت اسمعه على طول. انت بجد قلقت؟ عزه، انا بعزك وبحبك قوي، بغض النظر احنا هنكون لبعض ولا لا. طمني الاول عليك. مدوا ايدهم عليا وبهدلوني وهددوني، بس ما خدوش اللي هما كانوا عايزين ياخدوه. عزه، انا مش عارف اشكرك ازاي عشان اتحملت اللي اتحملتيه. ما رضيتيش تقولي لهم على مكاني ولا مكان فريده. ما تفتكرش اني جامده قوي للدرجه دي. انا حاولت امسك نفسي وكنت هنهار على اخر لحظه لولا سرنت البوليس اللي جت وانقذت الموقف. عزه، انت هتفضلي طول عمرك في نظري مش مجرد بني ادم شجاع وبس، انت كمان بني ادم شهامة قوي. على فكره انا ما عملتش كده عشان احنا فسخنا خطوبتنا، انا عملت كده عشان انا واحده من الناس وبكره البني ادمين اللي بيحبوا ينهبوا ويسرقوا من البلد. انا بس كنت حابه اقول لك ده عشان تفهمني. باي. ايوه يا عصام. ها ها، انت متاكد؟ الحمد لله. طيب طيب، انا هبقى اكلمك تاني عشان اطمن. مع الف سلامه. قال لك ايه؟ الحمد لله، مادام ما عرفوش احنا فين يبقى مش هيجونا هنا ان شاء الله. الحمد لله ان المجرمين دول ما عرفوش مكانك لحد دلوقتي. بس انا برضو قلقانه يا عم حسين، خايفه على المستندات اللي معايا اكتر ما انا خايفه على نفسي. عندك حق يا بنتي، وعموما هانت، والورق مش هيفضل معاك هي اكتر من كده. مش كده يا هاشم؟ ايوه طبعا. لسه برضو عندك استعداد تسافر بالورق يا هاشم؟ وهو ايه اللي اتغير يعني؟ ده انا حتى هسافر دلوقتي وانا مستريح اكتر. اطمن يا بنتي، على خيرة الله، اديله الشنطة وادعي له ربنا يحميه ويرجعه بالسلامة. هاشم، انت طبعا عارف الشنطة دي تسوى ايه في حياة ابويا وفي حياتنا كلنا. طمن يا فريدة، أنا عارف الشنطة دي تسوى إيه في حياة البلد كلها. السلام عليكم.
ميلادي 14 في الشهر العربي والقمر بدري التمام. يا رب يبقى وشه حلو علينا كلنا. هاشم اتصل علي على المحمول وقال انه ما لقاش تذكره ركب القطر وطوجوه. طوجوه؟ يعني ايه طوجوه؟ يعني ركب من غير تذكره ودفعوه غرامه. المهم يكون لقى كرسي يقعد عليه. لا قاعد ومستريح 24 جرات وقال لي ابلغ فريده انه شايل الورق بتاعها باللحم وعظمي. الحمد لله. انا كلمت عصام وقال لي ان هو اضطر يقول للبوليس على كل حاجه. وقال لهم انت فين؟ دي الحاجه الوحيده اللي ما قالهاش. الحمد لله. بس انا لسه قلقانه يا عم حسين. ما كنتش عايزه الموضوع يوصل للبوليس قبل ما الورق يوصل للنيابه. يا بنتي كله باوانه، كلها سواد الليل وهاشم يوصل مصر ويسلم الورق زي ما اتفقنا. هيبقى اطول سواد ليل عدى عليا في حياتي. يا شاكر بيه انا بعترف مديت ايدي للرشوه في شغلي، بس اللي اعلى مني ارتشى بفلوس اكتر مني بكتير وما دقوش نص اللي انا دقته في السجن. يعني باختصار انا كنت كبش في ده. ان شاء الله لو خرجت من هنا هفتح شركه جديده واشغلك معايا، ومين عارف يمكن ارجع شركتي اللي لافها مني ماهر الشرقاوي. بسم الله ما شاء الله، ده في تحسن كبيرة. أنا أول مرة أشوفك بتتكلم عن الخروج من هنا. أصل بنت فريدة اتصلت بيا امبارح وقالت لي إن قريب قوي هسمع أخبار كويسة قوي. دي أخبار كويسة جدا. ولسه ما قالتلكش هي فين؟ لا ما قالتليش، بس أنا مش عايز أضغط عليها أكتر من كده. طيب ما تنساش بقى المرة الجاية لما تكلمها تعرف طريقها عشان تبقى مطمن عليها أكتر من كده إن شاء الله. دورت عليكي في البيت كله ما لقيتكيش. ابويا قال لي اجي اشوفك هنا. ما عرفتش انام ولا دقيقه واحده يا زهرة. هو هاشم ما اتصلش بيكو؟ ابويا هو اللي اتصل بيه وقال له انه قدامه نص ساعه على ما يوصل بني سويف. معنى كده انه قدامه كمان ساعتين على ما يوصل محطه مصر. وشوفي قد ايه على ما يروح النيابه. فاتك كتير من باديه للجليل. انا اسفه قوي يا زهرة، لخبطت لك يوم فرحك. انتي لازم دلوقتي تكوني بتستعدي لدخلتك. كل شيء نصيب. المهم دلوقتي هاشم يرجع بالسلامه بعد ما يسلم الامانه وتبقى الفرحه فرحتين. يا رب. عندي ليك خبر حلو مش قادره استنى عليه. خبر ايه؟ قول انت. قولي يا خفة. ما تفكر شوية تشغل دماغك. البنك وافق على القرض بتاعك. بتتكلمي جد؟ الرجالة بتوعي كلموني وقالوا لي ان حضرتك عندك ميعاد الساعة 10 عشان تستلم القرض. ابوسك. بجد؟ تبوسني يا حياتي. وطبعا بجد لان انا دايما بتكلم بجد، بس اهم من كل ده قوم كده بنشاط وحيوية اكتبي الشيك بتاعي عادي. امضي القرض الاول وبعد كده هريكي شيكات وبوس. مش هتقولي لي بقى مين اللي بيخلص لك المواضيع دي؟ ماشي. المهم ناخد القرض بجد. السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك طلبت تقابلني ليه؟ أنا هاشم حسين الشرفة يا سعادة البيه. طلبت أجيب لك لأجل ما سلمك الشنطة دي. فيها إيه الشنطة دي؟ فيها ورق ومستندات يخص قضية شاكر علوان واللي معاه. ورق هتدور عليه من فترة طويلة. اتفضل استلام. Thank you.
دي معلومات في منتهى الخطورة. لو ما كانش في منتهى الخطورة ما كنتش جيت لك بيها لغاية هنا من آخر الدنيا. وانت جبت الورقة ده منين؟ من فريدة شكر علوان، وهي خدته من أبوها. طب وهي ما جابتوش بنفسها ليه؟ شمال أساميهم في الورق اللي معاك ساعة البيه مش سايبينها في حالها، بيهددوها بحياتها قصاد الورق ده. الورق ده لازم يكون عند النائب العام حالا. أنا مش قادر أصدق كل الكلاكيع اللي كانوا حاطينها لنا في سكتنا اتشالت في أقل من نص ساعة. طبعا دينا دي سرها باتع، عشان كده أنا بقول مش خسارة فيها الشيكات اللي هي بتاخدها. بس أحب أنبهك، السهل عد، الصعب هو لسه اللي هيبتدي. أنت عندك حق، لسه عندنا شغل كتير. أنا عايز حملة إعلامية كبيرة، حاجة ضخمة تليق بحجم المشروع اللي احنا داخلين نعمله. لك عليا هخليك تجتمع بكل موظفين الشركة. انت صح. حياتي اقول مبروك على القرض اللي انت مضيته؟ الله يبارك فيك. مبروك يا قلبي، الف مبروك. طيب انا عندي شغل، هسيبكم تحتفلوا مع بعض بقى بالمناسبة الحلوة دي. اتفضل. لازم نحتفل. طبعا يا حياتي لازم نحتفل، بس مش قبل ما اخد حقي. وماله؟ عايزه كام؟ حسبه بسيطه خالص، 1% من قيمه القرض. عايزة 1,000,000 جنيه يا دينا؟ كتير على دندون؟ لا بس كتير على كيمو. ما تنساش يا حياتي ان من غيري ما كنتش هتقدر اصلا تمضي القرض ده، بخلاف ان في الفترة اللي جاية هتحتاجني كتير جدا. ماشي يا دينا، بس على شرط. هديهم لك على دفعات. اوكي، دفعتين بس، 500 هصرفهم النهارده و500 زيهم بعد شهر، وهاخد الشيكين النهارده دلوقتي حالا. على اساس انك مش واثقه في جوزك ولا ايه؟ ما تقولش كده يا حياتي، انا واثقه فيك موت. ماشي، يلا نحتفل. انا قلقانه قوي يا زهر، هاشم ما اتصلش لحد دلوقتي وما نعرفش عمل ايه. كل ده عشان يروح مصر ويودي الوقتين اللي معاك. ما انت عارف يا مودي ان مصر بعيد عن هنا، احنا مش جايين في 12 ساعه بالقطر. هاشم اهو على التليفون يا فريد. الو، ها ها ها، سلم الورق للنيابه وبيقول ان النائب العام هيباشر التحقيقات بنفسه. خد، هو عايز يفرحك بنفسك. ايوه يا هاشم، انا متشكره قوي يا هاشم، مش عارفه اشكرك ازاي. اسمع يا هاشم، تنط في اول قطر راجع اسوان، انا مش ناوي اجل فرح الولاد، وكمان مش ناوي اعمله من غيرك. هاشم سلام. وصول المستندات راحت النيابه، النائب العام امر بفتح التحقيق. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، اهي دي بقى اخبار زي الفل. تفتكر الواحد هيعيش لغايه ما يخرج منها؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ليه بس التشاؤم ده يا شاكر بيه؟ الاعمار بيد الله، وبعدين ان شاء الله طالما المستندات وصلت
يبقى الحكم هيتخفف باذن الله ان شاء الله يا شادي. يا رب. يا رب معلومات جديده المره دي. ايوه خير. انت متاكد من الكلام ده؟ طيب هرجع لك. مستندات وصلت النيابه. اللي تأمرني بيه هنفذه. الحمد لله على السلامة يا هاشم. الله يسلمك يا ابوي. الحمد لله على السلامة يا ولدي. راجل يا ولدي، السفرية دي كبرتك في نظري كد الأول، يجي 100 مرة. 100 مرة من سفرية واحدة يا ابوي؟ هو العمر فيه كام سفرية زي دي يا ولدي؟ ممكن تقعدوا تحكوا عن السفرية بعد كتب الكتاب. مين ده يا ابوي؟ والله ما انا عارف. عريس اختك من ساعه ما جه وهو واقف لك ده تقولش هيتجوز على روحه. مرسي معاه حاجه يا ابوي، اللي نادي ليله فرحه وانا عوقت عليكم كتير. الحمد لله على السلامه يا هشام. الله يسلم. أنا بجد مش عارفة أشكرك إزاي. لا شكر على واجب. اللي عملته ده مش واجب. أنت سافرت وعرضت حياتك للخطر عشان حد ما تعرفوش. ما دمت في ضيافتنا تبقي واحدة منينا، وإذا كان على التعب اللي تعبته في السفرية فأنت تعبانة كديه وأكتر شوية. ربنا يقدرني وأعرف أرد جميلك. انسي الجميل دلوقتي. ادي ربنا السفرية دي تجي بفايدة ووالدك ياخد حقه وينصفوه في القضية. إن شاء الله. إن شاء الله. الأخبار اللي اتنشرت في الجورنال إن فريدة ألوان قدرت تسلمكم المستندات اللي معاها. فعلا، وعرفنا منها معلومات كتيرة قوي، يمكن كانت موجودة في المستندات اللي اتخطفت منك. أنا مش هسألك إيه المعلومات دي،
بس انا جاي دلوقتي اقدم بلاغ رسمي. انا بتهم الناس اللي خطفت المستندات ديت بقتل ابويا في السجن. ناس مين من غير ما تسميهم؟ انتوا دلوقتي اللي عارفينهم مش انا. عارفينهم من المستندات اللي معاكم. يمكن لو عرفت المعلومات اللي عندنا تستنى شويه قبل ما تقدم البلاغ ده. تقصد ايه حضرتك؟ الورق اللي معانا بيقول ان والدك كان متورط في مخالفات كتيره قوي، وفتح التحقيق بالشكل اللي انت طالبه ده هيشوه صورة والدك الله يرحمه. عموما ده مش هيخليني اتنازل عن اللي قتل ابويا، لازم ياخد جزاؤه. انت نفسك مش هتقدر تواجه الرأي العام بعد ما يعرفوا جرائم رأفت عزمي قبل ما يموت. مش هقدر اواجه نفسي لو فرطت في حق ابويا اللي اتقتل. كنت متأكد انك هترجع البيت تاني. وانا كمان كنت متأكد ان انت هتيجي تزورني. عارف انهم بيحققوا مع كل الاسماء اللي جت في المستندات؟ خطوة هيكرها ابو عصام شوية وهتلاقي اسماء تانية من بره المستندات كله هيعترف على بعضه. سمعت انهم وقفوك عن العمل في الشركة الدولية. طبيعي، شوف بقالي قد ايه ما بروحش الشغل. ولا يهمك، انا جايب لك شغلانة كويسة في الخليج وهتقبض بالعملة الصعبة كمان. يا عم انت عايز تسفرني عشان اقبض بالعملة الصعبة ولا عايز تهربني بره البلد قبل ما يأذوني تاني؟ ما انت شفت عملوا ايه في عزة. برضه مش هنضعف قدامهم. ما تفتكرش ان دي اخرتهم. لا، احنا مش هنخلص من الفساد بقضيه واحده. وعمرنا ما هنخلص منه لو هربنا من قدامهم. دي بلدنا مش هنسيبها لهم. ما تتحججش بالبلد. انت مش عايز تسافر عشان تفضل جنب فريده علوان. فريده والبلد بقوا بالنسبه لي شيء واحد. قضية مش هقدر اتنازل عنها. كان عندي امل احل له مشكله الحديد علشان ما اوقفش المشروع اللي ما صدق بدا. هو ما عادش عارف يمشي من غيري كل ده. يا سلام. طب ما انا كمان مش عارفه امشي من غيرك. ماشي يا دودو، هوفر له الكميه اللي هو عايزها، بس بشرط. الشرط ده مش هيضره، وانا وانتي هنستفيد. تحت امرك. هو يقدر يقول لا؟ شروطك كلها اوامر حتى عليا انا، ما اقدرش اقول لا. شروطك انت، احنا هنبقى بره الموضوع خالص. فاهمه يا قلبي، انا تلمستك من زمان ولا انت نسيت؟ لا شكلك نسيت، طالما بتضحك كده تبقى نسيت. خير؟ اسمع يا سامي، الناس اللي اتقبض عليها ما جابتش سيرتنا لغايه دلوقتي. يعني الكوره دلوقتي في ملعب شاكر علوان. انا عايزك تزوره الجمعه الجايه في السجن. ما تخلوش يلعب بيك زي المره اللي فاتت. المره دي مفيش وقت. طبعا انت عارف ديته كويس. احنا كنا بنقول ايه بقى؟ كنت مستنية أعرف شروطك يا حياتي مقابل الحديد اللي هتوفره لكريم. 10 شقق في المشروع الجديد. 10 شقق؟ بالتقسيط المريح وبالخصم اللي نقوله عليه. وطبعا انت هينوبك من الحب جانب. ايوه بس 10 شقق ده كتير. انت لسه قايلة انه هيوافق على اي حاجة نقولها له. حاضر، هعرض عليه الفكرة. أنا عايزك تفهميه إنه لو بخل علينا بالهدية الصغيرة دي مش هيلاقي حد يقف جنبه في الفترة اللي جاية. والامتيازات اللي احنا بنوفرها له احتمال يسحبها منه. حاضر. صباح الخير. صباح النور. أخبار مشروعنا إيه؟ أكتر من 3000 واحد دخلوا على الويب سايت في 48 ساعة. هايل، على كده بقى الإعلانات عملت جو. أنا شايفة إن بداية الشغل هو اللي حسن سمعة المشروع، ولو إن الشقق غالية شوية. وماله؟ ما هي كمان متكلفة غالية قوي. ما أخبيش عليك يا أستاذ ممدوح، أنا كان عندي أمل إن أحجز شقة في النيو سيتي وأدفع تمنها بالتقسيط. هو أنت مش قاعدة عند عمتك؟ أنا مش قاعدة عند عمتي، ده أنا كاتمة على نفسها هي وجوزها، ده أنا ما سبتهمش يوم واحد في شهر العسل. مين عارف؟
مش يمكن ربنا يبعت لك عريس جاهز بشقته؟ لا لا لا، انا خلاص جربت حظي. جربتي حظك ايه؟ هي كل اللي تفسخ خطوبتها تبقى جربت حظها؟ طب ايه رايك بقى؟ انا خطبت 6 مرات قبل مراتي الله يرحمها. ومراتك كانت واحده من الـ6؟ لا، دي كانت نمبر 7. زهقت من شغل الليل وقلت كمان يعني. قلت كمان يعني ايه؟ يعني فرصة وصلك بنفسي كل يوم عشان ما تروحيش المركب لوحديك. متشكرة قوي يا هاشم، بس انا مش عايزك تخاف علي. مش عايزك اخاف عليك؟ كيف انت كمان لازم تخاف على نفسك. الجماعة اللي كانوا هيتردوك دول ناس شرانيين، ممكن كمان يفكروا ينتقموا منك، خصوصا بعد ما وصلت المستندات من وراها. كلامك ده معناه ان انا مقدرش انزل مصر دلوقتي. لو انت كنت بتفكر ترجع ولا ايه؟ كنت متخيلة ان الموضوع هينتهي بمجرد ان المستندات توصل للنيابة. لا، احنا لازم نستنى نتيجة التحقيقات ونشوفهم بعينينا وهم داخلين السجن ومكفول عليهم كمان. بس انا مش عايزة اتقل عليكم اكتر من كده يا هاشم. حرام عليك تسيب جدة لوحديها في البيت، خصوصا بعد ما زهرة اتجوزت. يعني انت قصدك ان انا بقيت غالية عند تبتيه زي زهرة بالظبط؟ ما بقيتيش غالية عند تتا، بس يعني انت بقيتي غالية علينا كلنا. عشر شقق يا دينا؟ وايه يعني 10 شقق؟ المشروع فيه 350 شقة، ده غير البلاد والتاون هاوس. انت هتعديهم؟ انا مش لوحدي، انا معايا شركة بنوك وغيرهم. اديهم الـ10 شقق من نصيبك انت. هم مين دول ولا شفتهم ولا عمري قابلتهم؟ هم اصلا مش عايزينك تعرفهم، وانا هكون الوسيط بينكم. واظن مش هتلاقي احلى مني وسيط. 10 شقق بالسعر اللي انت بتقوليه ده؟ يعني انا هخسر فلوس كتير جدا. لا مش هتخسر، هتكون كسبان برضو، بس مش نفس اللي انت كسبته في الشقق التانية. اديني فرصة افكر. براحتك، فكر براحتك، بس اعرف كمان ان انت بالـ10 شقق دول هتأمن نفسك ضد اي مشاكل ممكن تحصل لك خلال فترة تنفيذ المشروع. اوكي؟ دينا حكيتلي على كل حاجة، وطبعا هياخدوا الـ10 شقق ويبقوهم على ورق بضعف ثمنهم من قبل حتى احنا ما نشطبهم. عارف، بس متنساش ان الناس دي هي اللي حلت لنا كل مشاكلنا. وماله، بس على الاقل نعرف احنا بنتعامل مع مين. مش عايزين يتنايلوا يعرفوا حد، وهو ده اللي مخوفني. اديك شايف اللي بيحصل في البلد اليومين دول. مش هنقدر نستنى اكتر من كده من غير حديد. عموما انا قلت لك رايي وانت صاحب القرار. بس انت كنت جاي لي علشان حاجه تانية. خلاص مش وقته، اجيلك وقت تاني. لا اتكلم في ايه؟ ايه رايك فارس؟
سكرتيرة مش بطالة. أنا بفكر أتجوزها. أيوة بس إيه؟ فرق السن ما هوش كبير قوي يعني، وبعدين بيني وبينك أنا حاسس إن هي الوحيدة اللي ممكن تعوضني عن زينب مراتي الله يرحمها. فتحتها في كلامنا؟ أنا قلت أجيلك أنت الأول. عارف انا نفسي افرح بيك واجوزك من زمان، بس بلاش عزة دي. ليه؟ عندك امل انها ترجع لعصام؟ وفي الحالة دي فريدة علوان مش هتلاقي اللي يحوم حواليها؟ فريدة علوان؟ هي فين فريدة علوان؟ ولا تقل وجدت الحقيقة، بل قل وجدت بعض الحقيقة. ولا تقل اكتشفت سبيل الروح، بل قل وجدت الروح تسير في سبيلي، فإن الروح تسير في جميع السبل ولا تسير في خط مرسوم، ولا تنمو كما تنمو القصبة، وإنما هي تتفتح كزهرة اللوتس، أكمامها لا تحصى. أنت اللي نظفت 401؟ أيوة يا فندم أنا تحت أمرك. سايبة الحمام زي الزفت كده ليه؟ لا يا فندم الحمام نظيف، أنا منظفة بنفسي. يعني إيه هو كذاب؟ لا العفو، بس أنا استلمت ورديتي بعد ما حضرتك دخلت جوه. جوه ولا برا؟ أنت أساساً بنت ملكيش لازمة، أدام مش عارفة تشوف شغلك كويس. لا بقى أنا شايفة شغلي كويس قوي. وكمان بترد عليه، انت انسانه قلت الادب. احترم نفسك ولم لسانك عشان انا ما غلطتش فيك. انت هتعملي راسك براسي يا بنت انت ولا ايه؟ انت فاكر ان دي راسه اصلا؟ انت قللت الادب فعلا وتستاهلي ضرب الجزمه. هي مين دي اللي تتجسسي؟ انا هوديك انت وهو بقى. خلاص بقى يا فريده ما تزعليش نفسك كده، كان لازم تعرف ان الشغل هيعرضك لمواقف زي دي واصعب منها كمان. ده يبقى اسمه ذل مش شغل. انت بردك ما سكتيش يا فريدة. ما كنتش اعرف ان في بني ادمين قلالات الادب كده. وهو دايما كده، الفلوس بتنفخ البني ادمين. فلوس ايه وبني ادمين ايه؟ بني ادمين زي دول ما كنتش اقبل اشغلهم عندنا في القصر. بلاش ترجع للماضي عشان ما تتعبيش اكتر ما انت تعبانه يا بنت الناس. والله يا هاشم انا لا عارفه ارجع للماضي ولا عارفه اعيش في الحاضر اللي انا فيه. انت فاكر ان نفسك اطول من كده؟ انت اللي نفسك مش هيستحمل اكتر من كده. انت ناسي انك هتتحاسب على كل غلطة انا بعملها؟ يا ستي خليها على الله. يعني انت كنت هتتشتمي وتسكتي؟ هاشم انا هاخدها من قصيرها وامشي احسن بكرامتي، بدل ما يرفضوني ولا يأذوك بسببي. تمشي ازاي؟ احنا ما صدقنا ان احنا لجينا لك شغلانة. يا هاشم افهمني، اللي اسمه شبراوي ده مش هيسيبني في حالي. انا هبعدك عن شبراوي ده خالص، هنقلك معنا في المطبخ. اشتغل ايه بس في المطبخ؟ وانا حتى بعرف اغلي مية. اشغلك المساعد بتاعي، مساعد طباخ زي ما فهمت اخوك اول مره، وعشان كمان تبعدي عن معامله الزباين اللي انت مش هتقدري تستحمليها. الشاي
الشقة دي هي اللي حسستني بغلاوتي عنده، بس مش هي اللي هتخليني أوافق. أمال إيه اللي هيخليك توافقي؟ أنا جربت اللي حبيته وخلي بيه، عايزة أجرب اللي بيحبني وعمره ما هيستغنى عني. بس الحكاية دي ما فيهاش تجارب، دي هتبقى شراكة عمر وفضها مش بالسهل. احنا مش هنتجوز على طول، انا هشترط عليه ان احنا نفضل مخطوبين فترة طويلة عشان نعرف بعض كويس. ده انتي مش جاية تاخدي رأيي بقى، ده انتي جاية تبلغيني انك وافقتي. يا عمتي انا عايزاكي تشجعيني مش تخوفيني. انا اللي خايفة تكوني عايزة تتخطبي الممدوح عشان تنسي بيحصل. وانا مش هقدر اكتب عليكي واقولك لا، بس انا واثقة اني ممكن احب ممدوح زي ما هو بيحبني واكتر. ماليش هنا عبد غيرك. وفر كلامك يا سامي محروس، انا ما عنديش حاجه والله، بس انا عندي كلمتين ما ينفعش اقولهم لحد غيرك. بنتك صحيح عرفت تهرب مننا وتوصل الورق للنيابه، بس اللعبه ما انتهتش. اللعبه انتهت، بس انت مش واخد بالك، اللعبه دلوقتي على المكشوف في الكره في ملعب حكومه. بس انت اللي هتشوط يا شاكر بيه، يا اما تجيب جون يا اما تطلع اوت. تقصد ايه؟ انت الوحيد اللي تقدر تكذب معلومات كتير قوي في المستندات اللي معاه. كدبها ازاي وانا حاربت عشان اوصل لها؟ قصدك يعني لعبت بالنار وما قدرتش عليه. انتوا اللي وقعتوني بحاجات كتير قوي وما نفذتوش ولا حاجه. انا مش جاي لك دلوقتي عشان اتحاسب، انا جاي احذرك، والتمن المره دي هيبقى حياتك. الناس بتوعك بعتينك تهددني؟ الناس بتوعي مبتهددش، انت عارف كويس ان بينفذوا على طول. وديك شفت بنفسك رأفت عزمي غرقان في دمه في نفس السجن اللي انت فيه دلوقتي. اغلى حديد اشتريته في حياتي. تصدق ان انت سلبي جدا وما بتبصش غير تحت رجليك؟ مش قلت لك بالعشرة شهور دول هيجيبوا شغل لسه جاي في السكه؟ انا لا عارف الشغل اللي انت بتعشميني بيه، ولا عارف الناس اللي انت بتعملي معاهم الشغل. انا بعتلك الشقق باسمك انتي، وانا بعتهم الباطن. لا يا حبيبتي، انتي احتفظتي بثلاث شقق وبعتيهم لحسابك الخاص. طبعا خالك هو اللي نخر ورايا وفتنك. انا مش محتاج خالي ان هو ينخر ورايا، دي حاجات مكتوبه في دفاتر ومعلومات عمرها ما هتختفي عندي. يعني انت يا كيكو مستخسر في ثلاث شقق؟ مش مستخسر، بس انا شايف انك كان لازم تقولي لي قبل ما تقرري انك تعملي بيزنس على قفايا. سلامة قفك يا حياتي. وبعدين ما فلوسي وفلوسك واحده، هو مين يعني اللي هيورثنا؟ مش ابنك اللي في بطني؟ تعمليش حاجه زي دي من ورايا تاني ابدا. لسه ما لقيتش شغل؟ اديني بدور. ولا يهمك، لسه شغلانة الخليج مستنياك. أنا مش هسافر. على كل حال ده مش موضوعنا، أنا جيت لك مخصوص عشان أقول لك إن شوقية عزمك على الخطوبة. خطوبة مين؟
خطوبة عزة على ممدوح خال كريم. عزة؟ سكت ليه؟ كنت فاكر عزة هتفضل مستنياك العمر كله ولا ايه؟ لا ابدا، انا بس مستغرب انها لحقت تلاقي عريس بسرعة كده. ربنا اراد ياخد بخاطرها ويعوضها على اللي عملته فيها. لو لسه عايزها انا مستعد. خلاص ما عادش يجي منه. يعني مش كفايه الواد خد شركه شاكر واصله، هنسيب خاله كمان ياخد عزه؟ هنعمل ايه، كل شيء نصيب. على رايك، اديني بلغتك علشان ما تسمعش من بره وتقول ان احنا ما عزمناكش. كتبت عن عينيك ألف شيء، كتبت بالضوء كريم باشا. كنت خايف تكون نسيت الميعاد. وده ميعاد يتنسي برضو يا سامي بيه؟ مش ناسي كمان إننا اتفقنا على شغل كبير، بس انت بقى اللي استغنيت عننا ولقيت اللي سلك لك شغلك من سكة تانية. احنا جايين نقعد مع بعض النهاردة علشان نتكلم في الموضوع ده. انا جاي افكرك عن طارق اللي نسيته، شاكر علوان اللي قتل والدك وخرج منها زي الشعر من العجين. انا عمري ما نسيت طارق ابويا قبل. شاكر علوان ده انا خدت منه مشروعه وشركته ودلوقتي قصره كمان. بس لسه ما خدتش روحه اللي خدها من ابوك. بس شاكر علوان دلوقتي في السجن، اوصل له ازاي؟ احنا نقدر نوصل له. ممكن افهم انت جايب بالي ايه بالظبط؟ انت من زمان عايز تاخد طارق من شاكر، واحنا كمان جايز نحتاج نخلص منه. عندنا اللي يقتله في السجن واحنا نايمين في بيوتنا بنحلم احلام سعيده، بس اللي هيقتله طالب 2 مليون جنيه. وما دمنا هنبقى شركة في قتله يبقى انت مليون واحنا مليون. 2 مليون جنيه كتير قوي على شكل الوان. كتير على شاكر علوان، بس مش كتير على اللي هيخلصنا منه. أفكر. قدامي كتير؟ لا خلاص يا فندم خلصت، اتفضلي. كان في بنت بتاعت الروم سيرفيس كانت لسه بتنظف الاوضه بتاعتي دلوقتي ولسه ماشيه من هنا حالا. هي زعلت حضرتك في حاجه؟ هي اسمها ايه؟ فكيها حضرتك. فكيها ولا فريده؟ فكيها، فكيها مسلحي عبد الغفار. حضرتك بتسال عنها ليه؟ تكونش سابقه ولا حاجه؟ هي بتشتغل عندكم من زمان؟ بقالها اسبوع، يمكن ما كملش الاسبوع الجاي كمان.
وما تعرفش هي جايه منين؟ جايه من الزقازيق، بيتها واقف في الزقازيق فجت وقعت هنا في قرابيزنا. اوكي. لماذا بعينك هذا الوجود وأمسي بحضن الكروب؟ لماذا كذبت علي وقلت تعود؟ بنحت لقلبي الهواء فلما أضاء ذهبت بركب المساء. برن لك ما بتردش، اتأخرت ساعة عن ميعادنا، شكلك ما كنتش ناوي تيجي. أنا فعلاً فكرت كتير. اللي يضمن إنكم مش هتاخدوا الفلوس دي وما تنفذوش اللي وعدتوا بيه؟ يضمن لك إننا عايزين نخلص من شاكر زي ما أنت عايز تنتقم منه. ولازم تعرف إنك بتتعامل مع ناس كبار قوي، ما بيقولوش كلمة بيرجعوا فيها. لغاية دلوقتي ما شفتش حد من الناس الكبار دول غيرك، ومش محتاج تعرف غيري. ايوه بس انا ثق فيا زي ما بتثق في مدام دينا، مش برضو اديت لها العشر شقق وبعتهم بمعرفتها للناس اللي وقفوا جنبك اليومين اللي فاتوا؟ عرفت حاجه زي دي ازاي؟ احنا مفيش حاجة ما نعرفهاش. مش بقولك كبار قوي؟ اتفضل فلوس. مليون جنيه؟ نص. والنص التاني لما تجيبولي خبر شاكر علوان. لسه برضو مش واثق فينا. كفايه اني هديك مبلغ زي ده من غير ما اخد منك ولا ورقه. ماشي، ادعي لنا ربنا يوفقنا ونخلص منه بسرعه عشان نبرد نارك وناخد منك بقيه المبلغ. طمنيني على نفسك وعلى البيبي. بيقعد يضرب في بطني طول الليل، باين عليه هيطلع شاي قوي. خليه يتشقى براحته، انا عايزه يطلع واد مخربش وياكل الدنيا قبل ما تاكله. المتر سليم قال لي انك رايح النيابه بكره. ايوه، وهاكد لهم على كل كلمه في المستندات اللي معاهم. خلي بالك من نفسك. ما تخافيش، مش هيعرفوا يوصلوا طول ما انا في السجن. ما هم وصلوا رأفته وهو في السجن. دلوقتي شوكتهم انكسرت، وقاعدين حاطين ايدهم على قلبهم، والنيابه بتحقق معاهم واحد ورا التاني. على قد ما انا فرحانه بالورق اللي وصل النيابه، على قد ما انا خايفه منه قوي. انا هنام بدري الليل عشان اروح نيابه فايق واقول لهم على كل حاجه عارفها. ربنا معاك. بحبك يا مريم. شايف البحر شو كبير، كبر البحر بحبك. شايف السما شو بعيد بعد السما بحبك.
كبر البحر وبعد السماء بحبك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي بحبك. الله 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 الله. ألف مبروك يا عروسة. الله يبارك فيك. بس ده كتير قوي يا كريم بيه. مش كتير عليك. انت دلوقتي بقيتي سكرتيرتي ومرات خالي في نفس الوقت. ربنا ما يحرمناش منك يا كريم يا ابو ماهر الشرقاوي الصغير. المهم ما تشغلهاش عنا، عندنا شغل كتير اليومين دول. ها تشغلها ازاي بس واحنا كلنا مع بعض في نفس الشغل؟ ايوه. فيك يا باشمهندس، طول عمرك صاحب واجب زي عم صالح. مبروك يا عروسه. شكرين قوي. استاذن انا. استاذن اقعد يا ابني اقعد. انت جاي في ايه وماشي في ايه؟ لا كده كويس قوي، ربنا يتمم عليكم بخير. على اذنكم. طيب مع السلامه. باشمهندس عصابه. فكرة والدك قال انك قاعد من غير شغل اليومين دول. ده فعلا صحيح، عندي شركتين بفضل بينهم. طب ايه رايك تعدي عليا في المكتب؟ انا محتاجك معايا اليومين دول. ده شيء يسعدني يا كريم بيه، بس للاسف احنا مش هينفع نشتغل مع بعض تاني. لسه برضه مش عارف فريدة علوان فين؟ لا عارف، بس هي قالت لي ما اقولش لحد. بقى يا شاكر بيه عشان تلحق ميعاد النياب. شاكر بيه، شاكر بيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. حاجات كتيرة اتغيرت من ساعة ما جيتي. حاجات زي ايه؟ كلتنا هنا حبيناكي وبقينا مش عارفين هنعيش ازاي بعد ما تمشي وتسيبينا. انا اللي ربنا بيحبني يا هاشم، عشان جابني انا واحمد عند ناس طيبين زيكم. جدتي بقى لها كام سنة بتزن عليا عشان اتجوز، كنت بتحجج لها بزهرة وأقول لها لما نجوزها الأول. وطبعا زهرة اتجوزت من هنا وتبتها اشتغلت زن عليك من هنا صح؟ ايه آخرة ما زهقت بقى قلت لها أنا ما عنديش عروس، قالت لي خلاص أجيب لك أنا على زوجي. وزوجها طلع حلو على كده؟ كنتش أعرف إن زوجها وحش جوه كده. معقولة؟ ما جابتش ولا واحدة حلوة. ده بس عشان ما حبتش ولا واحدة فيهم. يمكن عشان اللي حبيتها ما هياش فيهم. انت بتحبي هاشم من امتى؟ يعني من فتره بسيطه كده، لكن حاسس اني بحبها بقالي سنين طويله
مش هقدر اعيش عمري من غيرها. طب مستني ايه يا هاشم؟ ما تطلبها من اهلها. مش لما اطلبها الاول من نفسها؟ يخرب عقلك يا هاشم، بتحبها كل الحب ده ولسه ما قلتلهاش؟ خايف، خايف لا تصدمني وتقول ان هي ما بتحبني زي ما بحبها. ازاي بس؟ ازاي راجل جميل زيك ما يتحبش؟ طب قولي هي مين كده وانا اتوسط لك عندها. ما هو ايه يا هاشم؟ انت هتفضل تمهمه كتير؟ امال لو كانت هي اللي قاعده قدامك كنت عملت ايه؟ ما هو هرد على التليفون على ما تبطل مهمه. اي عصام، حصل امتى الكلام ده يا عصام؟ حصل امتى الكلام ده يا عصام؟ اوكي سلام. في عاد بابا تعب في السجن ونقلوه على المستشفى. صدقيني لو قلت لك ان اليومين اللي قضيتيهم معانا ما هننساهمش من حياتنا واصل. اصدقك يا عم حسين، لان انا كمان عمري ما هنساهم ولا هنساكم. قادر ربنا يا بنتي يجمعنا في ظروف احسن من دي ان شاء الله. خلي بالك من نفسك يا عم حسين ومن صحتك، خلي بالك من تتاه. خلي بالك انت من نفسك ومن اخوك. مفيش داعي يا هاشم ان انت تيجي معانا المحطه، انا عارفه ان ورديتك على المركب كمان ساعه. لا انا خلاص اتصلت بيهم وخدت اجازه عرض. هاشم هيوصلك يا فريده، مسافر معاك. ازاي بس يا هاشم تيجي توصلنا وتسيب شغلك؟ مش يمكن الناس اياهم متربصين لك دلوقتي وعارفين ان ابوك عيان وهتيجي تطمني عليه؟ انت ايه بس ذنبك في كل ده؟ فريده كده برضه يا فريده كنت هتسافري من غير ما نشوفك. معلش يا زهر، كل حاجه جت فجاه، بس انا خدت معايا المخده بتاعتك اللي معرفتش انام غير عليها. يا ريت تفكرك بينا. سلامة يا بنتي. انت زي والدي يا عم حسين. مساء الخير يا بنتي.
فريدة، احنا ما رضيناش نبلغك بأي حاجة وانت في أسوان. حياتك يا بنت، مش هقبل عزف ابويا لحد ما اعرف مين اللي قتله. بس ما يصحش الكلام ده يا فريده. هو ده اللي هيحصل يا باشمهندس. ابويا ما ماتش موتة ربنا، ابويا اتقتل. طب هنقول لهم ايه؟ قرايبك وحبايبك لما يجوا ما يلاقوش عزف. اللي عايز يعزيني بصحيح يقف جنبي لحد ما اعرف مين اللي قتل ابويا. مش وقت الكلام ده يا فريده. انا مش هضيع وقت، انا لازم اعرف حقي فين عشان الحق ادور عليه. انا شفت تقرير المستشفى بنفسي، مكتوب فيه ان سبب الوفاة هبوط في الدورة الدموية. كلمة روتينية بيكتبها اي دكتور لسه متخرج اول امبارح في اي مستشفى حكومي. انت شاكة ان شاكر بيه مات لسبب تاني؟ حتى لو بنفس السبب، هبوط في الدورة الدموية مش معناه انه مات موتة طبيعية. انت تعرفي حاجة انا معرفهاش؟ اعرف ان بابا كان رايح يشهد في النيابة، ومش ممكن تكون صدفة انه يتقتل في نفس الليلة قبل ما يوصل النيابة بكام ساعة، زي ما وصلوا الرأفة عزمي وقتلوه في نفس السجن. ده معناه ان في حد قتلهم من جوه السجن. مش قادرة تخيل ان بابا مات. ادخل يا احمد حضر شنطتك، انتوا من النهارده هتقعدوا معانا في الفيلا. لا، احنا هنفضل هنا في بيتنا. احنا مش هنفع نسيبكم في ظروف زي ديت لوحدكم. لا لوحدهم ده ايه، احنا هنا كلنا معاك. يا فريد انت عارفه ان الناس دي مستنيه رجوعك من زمان، وجايز يأذوكي زي ما اذوا شاكر. الناس دول ليهم رجالتهم في كل حتة، جوه السجن وبره، وانا خلاص ما بقيتش اخاف منهم. هما دلوقتي اللي لازم يخافوا وهيدفعوا ثمن اللي عملوه. توصل قبليه، انت اللي اتاخرت عليا. ما كانش المفروض نتقابل دلوقتي؟ طبعا، عشان ما اقولكوش فين فلوسي. هو مين فينا اللي ليه فلوس عند التاني؟ ده نسيت ان عليك نص مليون جنيه لسه ما اتدفعتش. الفلوس دي انتوا خدتوها عشان تقتلوا بيها شاكر علوان، وهو مات لوحده. فين فلوسي؟ يا انت طيب قوي، مات صدفة لوحده في اليوم اللي كنا متفقين نقتله فيه. جرايد بتقول انه مات موتة طبيعية، يعني مفيش اي شبهة جنائية. عشان تعرف احنا قد ايه شاطرين، وعرفنا نبعد عنك وعننا اي شبهة. كلام ده ما يخش دماغي يا سمسم بيه. وانا كمان ما يخشش دماغي التمثيليه اللي انت عاملها عشان تهرب من دفع فلوسك. انا مفيش ولا مليم عليا ليكم. فلوسي انا هعرف اخدها منكم كويس قوي. كلها كام يوم وانت بنفسك هتتصل بيا تطلب تديني نص مليون جنيه؟
هنشوف مين هيدي مين. يا سمسم بيه الكلام اللي بتقولوه ده في منتهى الخطورة. حضرتك عارف كويس قوي ان بابا الله يرحمه كان مفروض يبقى قاعد هنا مكاني امبارح وبيشهد ضد المجرمين اللي قتلوه قبل ما يجيلك. زي ما قتلوا ابويا والله اعلم هيقتلوا مين كمان وعملوا ايه اكتر من اللي عملوه. افهم من كده ان انت متفق معاها انها جريمة قتل. وحضرتك كمان لازم تتفق معانا احنا الاتنين. لا انا ما اقدرش اجزم بحاجة من غير تحقيق وادلة وبراهين. خلاص سعادتك افتح تحقيق عشان نوصل للأدلة والبراهين اللي انت بتتكلم عليها. وانا جاية دلوقتي اقدم بلاغ رسمي عشان حضرتك تبدأ التحقيق. ويا ترى هتتهم مين في البلاغ الرسمي اللي بتقول عليه؟ كل الاسامي اللي وردت قدام حضرتك في المستندات. بالطريقة دي هنضطر نصدر اوامرنا بتشريح الجثة. تشريح الجثة؟ طبعا. امال هنعرف منين ان الوفاة دي طبيعية ولا بفعل فاعل؟ ليش يا فريدة؟ أنا عارف المسألة صعبة بالنسبة لك بس لازم نوصل للحقيقة. أنا موافقة على تشريح الجثة. شغل في المشروع النهارده. انا لسه جاي من دوره الحي دلوقتي. مش موافقين على التعديلات اللي احنا قدمناها لهم على الرسومات. يعني ايه؟ هم مش قالوا ان هم موافقين؟ موافقه شفهيه بس مفيش تقرير مكتوب. ايوه قالوا لنا اشتغلوا لغايه لما التقرير المكتوب يجي. وهم خليوا بينا وغير رايهم. غير رايهم ازاي؟ مش احنا دفعنا ثمن الموافقه الشفهيه دي؟ هم مش عارفين اليوم الواحد من غير شغل بيكلفنا كام؟ بيتهيالي هم عارفين كويس قوي عشان كده اجبرونا ان احنا نوقف الشغل. تقصد ايه؟ أكيد أنت زعلتهم في حاجة ومش واخد بالك. هو أنا أصلاً شفتهم ولا أعرفهم علشان أزعلهم؟ يبقى لازم تسأل اللي تعرفهم. أكيد دينا مراتك تعرفهم. هي اللي هتفهمك إيه سبب المشكلة وهتفهمك كمان إزاي تحلها. قبل ما يحلولك المشكلة عايزينك تدفع فلوس اللي عليك العقوبة.
الفلوس اللي عليا لمين؟ معرفش، هما بيقولوا انك عارف. جرى يا دينا، هو انا ناقص الغاز؟ ما تقولي قالوا لك ايه؟ بقول لك معرفش، ما قالوش اكتر من كده يا كريم. يبقى كان لازم تسالي على التفاصيل عشان افهم يقصدوا ايه. تفاصيل؟ انت فاكر الناس دي عندها وقت تتكلم في تفاصيل؟ دول بيقولوا الكلمه بالعافيه. يعني انا جايبك تحليل المشكله كلكعتيها لي؟ ها تصدق بقى ان انت جبان. حد يقول لي كده برضه؟ انا برضو بكلكع. شوف انت مديون لمين وسددت عليك. اي كريم بيه، زي اعصابك دلوقتي؟ اكيد هديت شويه عن ما كنت معايا في المقابله اللي فاتت. طبعا مدام دينا وصلت لك الرساله. هتدفع اللي عليك، هتستلم الرسومات، متوافق عليها. غير كده بقى هتزعلنا وتزعل نفسك منك. أؤمرني يا باشا. تفتكر هيسمع الكلام المرة دي؟ وهو يقدر ما يسمحش. بقيت عصبي موت. مالك ساكت ليه؟ كنت بتكلم مين؟ قوليلي انت الأول، انت رحت قابلت مين؟ ومين اللي طلب منك ان ادفع الفلوس اللي عليا؟ احنا متفقين من الاول اني مش هقول لك هما مين. وانا لازم اعرف دلوقتي حالا. كريم انت اتجننت؟ انت لسه انا حامل؟ انا ما عنديش غير اللي قلته لك. يا اما تسدد اللي عليك وتشوف انت مديون لمين، يا اما مفيش موافقه على الرسومات اصلا. دينا. نعم. سيب ايدي. مش هسيب. تعرفي مين سامي محروس؟ مين سامي محروس؟ ما تسعيش عليا، تعرفيه منين؟ انا ما اعرفش حد اسمه سامي محروس. في ايه؟ هو يعرفك. هو يعرفني صح؟ بساله بقى هو الاول يعرفني منين. ما تفتكريش انك هتهربي مني، انت فاهمه ولا لا؟ تصدق انت فعلا ما تستاهلش ان حد يساعدك ولا يقف جنبك، ولا تستاهل ابنك اللي في بطني يا كريم. بسم الله يا جماعة، اتمدي يدك يا ابو حميد. لا انا ماليش نص. احنا قلنا ايه يا احمد؟ لازم تاكل كويس على قد الانسولين اللي بتاخده. انا فطرت كويس، انا عايزة ادخل. هنا بنت الناس ما تجيش على نفسك اكتر من كده. بص لوشك في المرايه بقى عامل ازاي. مش عارفه اقول لك ايه يا هاشم، مبقتش عارفه انام ولا اكل، مفكرش غير في حاجه واحده بس، ازاي ارد اعتبار ابويا اللي مات غدر. انا جنبك لغايه ما توصلي للي هتدوري عليه. انا مقدره مشاعرك يا هاشم، بس انت لازم ترجع البلد، لازم ترجع شغلك، واكيد ابوك وزهره محتاجينك اكتر مني. عايز انا اسيبك لوحدك كيف وانت في خطر كده الاول واكتر كمان؟ انا مش هرجع غير لما اطمن عليك واعرف نتيجه البلاغ اللي انت قدمتيه في النيابه. مش عارفه اقول لك ايه. قولي انك مش هتضيع عمرك اللي جاي عشان تنبشي في اللي فات. زي ما يكونش مكتوب لي اقف على رجلي من جديد. طب ايه قولك بقى؟ ان انا هفضل هنا في مصر ومش هرجع غير وانت معايا. الناس هناك في اسوان بيحبوك قوي. طول ما انت هنا هتفضلي بس وراكي وهتتعذبي بكل اللي حصل وملكيش اي ذنب فيه. صعب قوي يا عيش، حاسه ان انا مش هقدر اخطي خطوه واحده لقدام من غير ما اصفي الحساب اللي ورايا.
طب بسم الله فريدة، أشيل لك البقدونس الأول، هي بتبقى أحلى من غير بقدونس. بقدونس كتير. كل يا فريدة، ده أنا جايبها من محل نظيف. والله أحمد هيفوتوا البقدونس. أنا افتكرت جاري هلال كان دايما يدق كفتة فوق دماغي. أنا متأكد إن سامي محروس ده واحد من الرجالة بتاع الدينا. طب أنا قلت لك الكلام ده من الأول وأنت ما صدقتنيش. المصيبة إنها مش عايزة تعترف بأي حاجة. ما هي مش شرط تكون تعرف سامي محروس شخصيا، بس أكيد تعرف اللي أكبر منه. شبكت عنكبوت ومسكت في رقبتي. انت اللي حطيت دماغك فيها بمزاجك. انت شايف كل حاجه كانت قدامك، احنا عرفنا نعمل اي حاجه من غيرهم. وشايف كمان ان هما بيتحكموا فينا وبيحركونا زي ما هما عايزين. خالي روح الحسابات هات لي نص مليون جنيه. نص مليون؟ ايوه. وانا لاقي لك المبلغ ده كاش دلوقتي في الشركه. اتصرف يا خالي، هاتهم من اي حته. اتصرف ازاي؟ طب افرض اتصرفت ايدهم، انا عندي ايه؟ مصاريف نسريه. مصاريف نسريه؟ والنص مليون الاولانيين كانوا برضو مصاريف نسريه. خالي انا مش ناقص حد يحاكمني دلوقتي، لو سمحت هات لي كاش، مش هينفع اديهم شيك. يا كريم انا قلبي عليك، أنا حاسس إنك متورط في حاجة ومخبي عليا. خالي ممكن لو سمحت تروح تجيب الفلوس وبعد كده بقعد عاتب فيا زي ما أنت عايز. حاضر يا كريم. كنت فاكركم جايين بكرة. ما قدرناش نستنى لغاية بكرة. من ساعة واحدة بس عرفنا نتيجة تشريح الجثة. خير؟ المعدة ما فيهاش أثر ولا أي سموم. مالك يا دكتور ساكت ليه؟ معناه إيه الكلام ده؟ إن وفاة بابا كانت طبيعية ولا لأ؟ ده معناه تحديدًا إنه ما خدش السم عن طريق المعدة. هو ممكن يفيه تسمم عن طريق تاني؟ آه طبعًا عن طريق الحقن، وده ما يظهرش في المعدة. هو ممكن الإنسان بعد ما يموت يعملوا له تحليل دم؟ طبعًا ممكن، بس مش بعد فترة طويلة من الوفاة. معنى كده ان تحليل الدم ده لازم يتعمل فورا. بس هما يوافقوا يعملوه؟ لازم يوافقوا يعملوه، الحقيقه لازم تبان. احنا لسه خلصنا من التشريح، لما تقولوا لي تحليل دم. يا فندم مش احنا اللي بنقول، الدكتور بتاعنا هو اللي قال كده. انا ماليش دعوه بالدكتور بتاعكم، انا شغلي كله مع الطبيب الشرعي. خلاص سعادتك خليهم يحولوا الموضوع للطبيب الشرعي عشان يحلل الدم ويقول لنا في تسمم او لا. ارجوك يا فندم التحليل ده هيفهمنا حاجات كتيره قوي. حاضر اخليهم يعملوا تحليل الدم. متشكره جدا، بس يا ريت في اسرع وقت زي ما قال الدكتور. فريد علوان رجل الاعمال السابق شاكر علوان، ليه طلبتي تشريح جثه والدك؟ هيكون ليه يعني؟ شك ان في حد قام بقتله في السجن. استاذه انا شايفه الكلام. وبعد ما التشريح اظهر ان المعده خاليه تماما من السموم، لسه برضه بتدوري على القاتل؟ انا عايزه ابلغ القاتل رساله مهمه قوي من خلال برنامجي. قوي قوي عايزه تقولي ايه؟ عايزه اقول له انه ما يفتكرش انه هينفد بجلده، وانه قريب قوي هنوصل له وهياخد الجزاء اللي يستحقه. على اذنك. طب سمحت لو كان ممكن سؤال واحد. ما كنتش عارفة انك هنا. يعني لو كنت عارفة ان انا هنا ما كنتش هتيجي؟
ناسي اللي عملته معايا المره اللي فاتت؟ بحاول انسى بس مش عارف. ما دمت طلبت تقابلني تبقى جايب لي اخبار حلوه. وفي احلى من الفلوس؟ ايوه كده يا راجل، تبقى حلوه قوي وانت سامع كلام. انا شفت فريده علوان في التلفزيون. متخافش منهم، قلت لك قبل كده ان مفيش اي دليل علينا. دي كانت خارجه من عند وكيل النيابه. طير مجروح عمال يفرفص، نبعد احنا عنها عشان ما يطرطش علينا الدم. انت عارف ان هما شرحوا الجثه وبرضه ما لقوش حاجه. ودينا؟ دينا مين؟ دينا مراتي. مالها؟ ليه كده بس يا سامي بيه؟ تعرفها منين؟ بسألها ممكن تقولك. وبسألك انت دلوقتي. انا مش جاي هنا عشان تفتح لي سين وجيم. قلت مش عايز تديني الفلوس؟ انت حر. الفلوس دي بتاعتك، حقك. موافقة على الرسومات هتكون الصبح على مكتبك. طب ما انت كمان اهو بتسمع الكلام يا سامي بيه. كفاية. هو ايه اللي كفاية؟ انت عبطان. ممكن افهم بقى انت عبطان ليه؟ مش عارف. لا عارف، انت ما اكلتش الاكل اللي سبتهولك. يا احمد انا هعلمك من اول وجديد، لازم تاكل على قد الانسولين اللي بتاخده. فهمني يا حبيبي، انت ايه اللي مضايقك؟ اللي مضايقني انهم ما لقوش دليل ضد الراجل اللي قتل بابا. بس لسه في امل نوصل. ازاي لسه في امل؟ هفهمك بعدين. طب ليه ما تفهميش دلوقتي؟ علشان انت هبطان ولازم تاكل. يلا بلاش دلع. انت مش مستنية حد ولا ايه؟ لا خد كمل اكل، امسك هشوف مين وارجع لك. ايمن. ازيك يا فريده؟ الحمد لله. ازيك يا احمد؟ انت جاي تقول لي حاجة؟ انا لسه قافل مع وكيل النيابة من شوية، نتيجة التحليل ظهرت زي ما توقعنا بالظبط، في سم في الدم. بقاء لله.
شدي حيلك يا انسه فريده. بتعرفني يا استاذ شباب؟ طبعا عارفك. انا والدك الله يرحمه ما كانش لينا سيره غيرك. ياما والدك قعد يوصفك ليا ويحكي لي عنك. ما عندكيش فكره والدك كان بيحبك قد ايه يا انسه فريده. بس للاسف ربنا كان رايد له انه يموت قبل ما يعبر لك عن حبه ده. الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن اليه. ما عندكيش فكره يا انسه فريده موت والدك ده قطع فيا ازاي. انا عارفه. هو قال لي ان هو ملوش اي اصحاب في السجن غيرك. الحمد لله. ما هي القلوب بتتقابل والارواح بتتالف باذن الله. يبقى لازم تساعدنا يا استاذ شوقي عشان نوصل للمجرم اللي قتله. أنا تحت أمرك. أنا من إيدكو دي لإيدكو دي. بس خلونا نتفق إن الموت ده قضاء وقدر. وأنا عشان راجل مؤمن بقضاء الله يعني مش مصدق حكاية القتل دي. ونعمة بالله. والموت قضاء وقدر إحنا عارفين حاجة زي دي. بس مش في الحالة دي. أنت عارف كويس قوي إن كان في ناس مهددين إن هما يقتلوه لو اعترف عليهم في النيابة. أنا معاك يا أنسة فريدة. بس ازاي الناس دول هيقدروا يوصلوا لحد سريره جوه السجن؟ انت ما شفتش اي حد في السجن اداله حقن؟ حقن؟ حقن ايه؟ اي حقن؟ يعني انسه فريده احنا في سجن. والسجن ده ليه نظام والحقن دي بتتاخد برقابه. وبعدين الله يرحمه لو كان بيشتكي من اي حاجه اكيد كان قال لي. انت متاكد يا استاذ شوقي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا متأكد. يا أنسة فريدة أنا ووالدك ما كناش بنسيب بعض. وأكيد لو كان بيشتكي من أي حاجة كان قال. أنت متأكدة من المعلومة دي؟ أيوة يا فندم متأكدة. بابا كان كلمني مرة في التليفون وقال لي إنه بياخد حقن مسكنة عشان ظهره كان تعب. ما يمكن شوقي ما شافوش هو بياخدها. ما شافوش ازاي هما طول الوقت مع بعض. وبعدين ده كلام شوقي نفسه مش كلام بابا بس الله يرحمه. يمكن حقنه او اتنين وشوقي ما خدش باله. لا يا فندم بابا كان بياخد الحقن دي لمعلوماتي لفتره اكتر من شهر تقريبا. وحتى لو شوقي ما شافوش وهو بياخدها اكيد شاكر بيه قالوا انه بياخدها. وكون ان هو ينكر حاجه زي دي يبقى اكيد مخبي حاجه تانيه اكبر بكتير. انتوا عايزين تقولوا ايه بالظبط؟ اللي عايزين نقوله باختصار ان اكيد اللي حقن بابا بالسم هو اللي كان بيحقنه كل ليله بالمسكن. وفي وقت الحادثه حقنه بالسم بدل المسكن. طب مين في السجن يقدر يعمل كده؟ وايه مصلحه شوقي انه يدار عليه؟ وليه ما يكونش شوقي هو نفسه اللي قتل بابا؟ ويقتله ليه اذا كانوا اصحاب زي ما بتقولوا؟ مش ممكن يكون صاحبه مخصوص عشان يعرف كل اسراره وينقلها للناس التانيه اللي برا السجن؟ تقصدوا مين بالناس التانيين؟ الناس اللي حضرتك بتحقق في المستندات بتاعته. ولا اكيد خلوا شوقي يقتل بابا قبل ما يجي ويعترف عليهم. عرفت اللي حصل؟ في حاجه؟ الحاجه المنشوره في الجورنال اللي انت رميته من ايدك ساعه ما انا دخلت. قصدك ايه؟ المليون جنيه اللي اخدتهم مني وخلتني اعيدهم على ان هم مصروفات نصريه، رحت اديتهم للناس اللي قتلوا لك شكل علوان جوه السجن. فجأة كده نصبت لي محكمة وحكمت عليا من أول جلسة. أنت رحت حطيت إيدك في إيد سامي محروس اللي معاه، وأنتوا الاتنين كنتوا عاوزين تخلصوا من شاكر علوان. لنفرض إن ده صح. وحصل كده فعلا. تزعلان على شاكر؟ نسيت إن هو اللي قتل أبويا؟ ونسيت إن أنا في يوم من الأيام كان لازم آخد بطاري؟ ما كفاكش طار. ده انت خدت منه كل حاجة. كل ده ولا حاجة. جنب حسرتي انا على ابويا اللي مات غدر. هو رايح يخطب لي بنته. طب النيابة عرفت كل حاجة. ومش هيسكتوا غير لما يعرفوا مين اللي ورا الموضوع ده. انا ما قتلتش حد. مفيش اي دليل ضدي. لو كانوا فهموك كده يبقى ضحكوا عليك. الناس دي اول ناس هيغدروا بيك. وما تنساش ان هما قبل كده غدروا بشكل علوان وقبل منه كان في رأفت عزمي.
سامي محروس يا باشا. سامي محروس هو السبب في كل حاجة. اتفق معايا ان انفذ العملية دي قصاد انه يديني نص مليون جنيه. وانا ما كانش قدامي اي حل تاني غير ان انا وافق. خصوصا بعد ما عرفت ان بنتي تعبانة ومحتاجة تعمل عملية هتتكلف فلوس كتير. مراتي كانت مخبية عني وما كانتش عايزة تقولي. كانت بتحاول تتصرف في المبلغ ده من اي حد بس ما كانتش عارفة. كنت تعرف سامي محروس قبل كده؟ ايوه باشا. انا كنت بشتغل معايا. لكن اول لما العملية اتكشفت محدش داق المر في السجن غيري. ساعتها بس عرفت ان انا كنت كبش في ده. تعاونت معهم تاني ازاي؟ بعتولي واحد على السجن شرح لي الخطة وأكد لي إن محدش هيعرف أي حاجة. مين اللي جابلك السم اللي حقنت بيه شاكر علوان؟ في آخر زيارة قبل الحادثة جالي واحد من طرفهم كان معاه عبول صغير حطهولي في كم الجاكيت من غير ما أي حد من الحراس ما ياخد باله. أنت ليه نفذت جريمتك في الليلة اللي شاكر صابح يشهد فيها قدام النيابة؟ ده خلانا نشك إن الوفاة غير طبيعية. أنا كنت بخاف. أيوه كنت بخاف. كل ما أجي أحقنه بالسم كنت بخاف. وفي نفس الوقت كنت مرعوب منه. ما هم ممكن يقتلوني أنا كمان. وخصوصاً إن أنا عرفت سره. وأنت إزاي حقنت شاكر علوان بالسم؟ ساكت ليه؟ نسيت حقنته إزاي ولا لسانك مش قادر ينطق؟ أنا هقولك يا باشا على كل حاجة. شاكر كان متعود يخليني أديله المسكن بتاعه. كنت بحطهوله في الحقنة وبديله السرنجة بإيدي. وهو ده اللي أنا كنت عامل حساب إنه هيحصل ليلة الحادثة. لكن فوجئت بشاكر بيقولي كلام تاني خالص. يلا بقى فكر بيه عشان أديك الحقنة اللي بديها لك كل يوم. تعرف يا شوقي ان ظهري مش وجعني الليله. خلاص سبحان الله. يمكن عشان انا مبسوط اني رايح نيابه الصبح وهشهد عليهم واعترف بكل حاجه. عموما ده شيء يبسطني ان انت تبقى كويس. بس انا كنت خايف يعني لا تتعب وانت رايح النيابه وما تلاقيش حد يديك الحقنه. ما تقلقش يا شوقي خليها على الله. تصبح على خير. تمام. ساعتها حسيت ان الخطة باظت فجأة وان ربنا مش رايد لي ان اكون قاتل. ما كنتش عارف انا حاسس بايه بالظبط. مستريح عشان هتبرق من دمه ولا خايف من اللي ممكن يعمله فيا سامي محروس ورجالته لو سبت شاكر يروح النيابة ويشهد عليهم. ايه يا شاكر بيه؟ انت مش جاي لك نوم ولا ايه؟ بس كلامك خوفني. خايف اتعب وانا رايح نيابه بكره الصبح. اديني حقن احسن عشان انام مطمن. امري لله. بس ادعي بقى انها تبقى اخر حقنه تاخدها هنا في السجن. يعني شاكر علوان هو اللي غلطان عشان صحي تاني؟ يا باشا انا قلت لك على كل اللي عندي. وحضرتك وعدتني ان ده هيحسن موقفي في الأرض. كان عندي مشغول الشغل. طبعا ما انت بقيتي سمساره قد الدنيا. سمساره؟ انا مديره اداره تسويق الشركه. عرفتوا انا ورايا؟ وبقيتي تعرفي تسوقي لنفسك زي الفل.
كريم انت هيظهر عليك عايز تتخانق، انت جاي تتخانق معايا؟ اعملي اللي انت عايزاه، بس اهم حاجه تخلي بالك من البيبي اللي في بطنك. انت هتقصيني على ابني؟ ما تنسيش انه ابني انا كمان. الدرجه دي خايف عليه؟ حاسس انه هيبقى الحاجة الوحيدة اللي ليها قيمة في حياتي. انت نمتيش من امبارح؟ لا نمت شوية، بس اول ما فكرت في الشغل لسه ما خلصش قمت جري عشان اكمله. انت من ساعة ما جبت المكنة دي وانت بتقوميش من عليها، انت ما بتتعبيش؟ اكيد طبعا بتعب، بس تعب لذيذ قوي. انا حباه. قصدك حبة الفلوس اللي جاية من وراها؟ عارف يا احمد، أتاري الفلوس اللي بنتعب فيها بيبقى ليها طعم تاني، طعم حلو قوي حتى لو مش فلوس كتير. دي طنطك سنية جاي تسأل على الشغل، افتح لها. مودي حبيبي مادي، أهلا. انت جميلة حبيبتي. صباح الفل. فل يا روح قلبي. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ايه يا فريد اخص عليك، انت لسه ما خلصتيش. ومين قالك بس اني ما خلصتش؟ عرفت ازاي؟ صوت المكنه نازل على نافوخي رزع طول الليل. انت عارفه حبيبتك بقى بالليل عشان العفشه هنا بتاع الزور عندي ضربه شويه، احب اسهلك بقى ولين وكده، والشكمانات هنا بتبقى ضربه. فباختصار مش هطول عليك، مش هطول. انت حبيبتي قلت ايه انا بقى؟ يا ليلي يا ليلي يا لقيت المكنة عندك ضربة عندي أنا بقى صابة فوق، بوظت لي المقام، قلبي وجعني، قلبت معايا الليلة. يا فؤادي قلت ليه حرام عليك يا فريدة. وبعد كده جاية تسألين عرفت منين؟ لا أنتي غلطان، لأني خلصت كل الشغل لولادي وفاضل حتتين حريم. أختي ما شاء الله زي الفل هو ده، بس عايزة أوصيكي، قبلتك ذكية وقبلتك بهية بيوصوكي تزودي الكشكشة في الحتة دية. ليه بقى؟ أنا عايزاهم يمشوا في الشارع كده مخرطة ملوخية. جرى إيه يا سنية؟ أنتي لميتيلي شغل الشارع كله. يا دنيا بيزنس ياما، عايزين نخلص كده وننجز. أمال إيه نهايته؟ أنا هلم الحتتين دول والحساب يجي. لا انت هتحاسبيني على الشغل اللي خلص اول باول. طب يا دنيا ما تزعليش مني، انا كان قصدي بس تشجيع كده وتحميس. مفيش حاجه هتشجعها اكتر من الفلوس اللي هتدخل جيبها. اهو مودي جابها لك على بلاطه. ماشي يا دنيا، بلاطه سجاده ستاره. خدي يا نور عين قلبي، هيصي بالشبرق يا عينيا. بس عايز اقول لك ايه، شهيلي معايا امار. ها لحسن، ده انا هجيب لك قد دول ايه، وانس وتويس وثرايس. الو ايوه يا ايمن. طب انا جايه حالا. في ايه؟ مديحه تولد ونقلوها على المستشفى. الحمد لله على سلامتك يا مديحه. الله يسلمك، تعبناكي معانا. ما تقوليش كده. شايفه يا فريده شبهي ازاي؟ لا بقى، ده شبه الخالق الناطق. خلاص انت وهو شبهكم انتوا الاثنين. بسم الله. بقى له اخ تالت ان شاء الله هنحبه زي ما بنحب بعض بالظبط. كان نفسي شاكر عايش لغايه ما يشوف. الله يرحمه. كان مستنيه بلهف، ما يعرفش انه هيتولد يتيم. ما تقوليش كده يا نديه، كلنا ليه اب تاني لحد ما نشوف مين اللي قتل ونعرف ننتقم منه. كفايه انتقام يا فريد، وخلينا نفرح بشاكر الصغير. شاكر الصغير؟ انا هسمي شاكر عشان يعوضنا عن شاكر الكبير. الو ايوه انا مين؟
تعرفتوا منين ان غريب هو اللي سرق المجوهرات؟ حاولي بقى صوره منها لجواهرجي في ميدان الجامع. الراجل شك فيه لما لقى ما معهوش فاتوره وحس انه عايز يبيع الاسوره دي باي ثمن. اتصل بينا قلنا له حاول تعطله على قد ما تقدر لحد ما نوصل. معرفش غريب بقى خاف منه وهرب من غير حتى ما ياخد الاسوره. بس انتوا قبضتوا على غريب مش كده؟ طبعا وظبطنا معاه تلتين الصيغه بتاعتك. تلتين بس؟ هو اعترف لنا انه اتصرف في التلت الباقي بس ان شاء الله هنحاول نرجعهولك. بس انا مش مصدقه غريب يعمل كده. ده كان بيلم لنا فلوس من الجيران عشان يساعدنا. كان بيحاول يبعد الشبهه عن نفسه. عموما هو بيدعي ان كريم الشرقاوي هو اللي حرض على سرقتكم. كريم الشرقاوي؟ كريم الشرقاوي واداله كمان فلوس علشان يراقب البيت ويسرقكم في الوقت اللي تكونوا كلكم برا. كان عارف انه ما فاضليش حاجه غير المجوهرات عشان كده قرر ياخدها مني عشان اضطر الجأ له. ده انا كنت لسه عايز اسالك ايه اللي ممكن يخلي كريم الشرقاوي يعمل كده؟ اديكوا هتحققوا معاه. بقوا اسالوا بنفسكم. عن اسمك. اتفضلي. ازاي حضرتك الظابط؟ ازاي حضرتك تصدق ولد حرامي زي ده جاي يتبلى عليا؟ وايه اللي يخليه يتبلى عليك انت بالذات يا كريم بيه؟ معرفش. جايز يكون عنده علم بالخلاف اللي كان ما بين شاكر علوان ووالدي الله يرحمه قبل ما يموتوا هما الاثنين. ويمكن الخلافات دي هي اللي خلتك تفكر تسلط على فريد علوان اللي يسرقها. ويكون كمان من اهل الشارع عشان ما تشكش فيه. يا حضرة الظابط الضرب في الميت حرام. فريدة علوان دي خلاص فلست، باعت اللي وراها واللي قدامها وما بقاش فيه في حيلتها اي حاجه غير حتتين الصيغه اللي حضرتك بتتكلم عليهم دول. هقوم موصي ولد حرامي تافه زي ده علشان يروح يسرقهم؟ ده كلام يخش العقل؟ هو فريدة علوان نفسها مش مستبعده انك تكون فعلا حرضت غريب على السرقه. وانا مش مستبعد ان فريدة علوان تكون هي اللي محرضة الولد ده انه يتبلى عليا. وايه مصلحتها في كده؟ معرفش اسألها هي. طب انا بسألك انت دلوقتي. انا قلت اللي عندي حضرتك واللي اعرفه ان مفيش اي دليل ضدي بيثبت ان انا حرضت اي حد على انه يعمل اي حاجة. يعني انت معتمد على ان مفيش دليل ضدك؟ لا مش كده وبس، انا كمان هرفع قضية على اي حد يتبلى عليا باي بلاغ كاذب علشان يبوظ سمعتي في السوق لصالح المنافسين بتوعي. انا شايف يا فريده ان ده شيء طبيعي جدا ان كريم ينفي التهمه عن نفسه. ايوه بس لو ما كانتش المجوهرات دي اتسرقت كنت على الاقل قدرت اعمل العمليه لامي وانقذ حياتها. يعني كريم كان ورا موت امي زي ما كان ورا قتل ابويا. فريده حاولي تنسي كل اللي فات ده. فكري في بكره. فكري في نفسك. بمناسبه بكره بقالي كام يوم بحلم حلم غريب قوي. بحلم ان انا فتحت اتوليه وان انا بعمل تصميمات غريبه قوي فساتين لناس مش عايشه على الكوكب ده. طب والله ده حلم جميل جدا ان شاء الله هيتحقق بس يكون لحد على الارض. عندي واحده صاحبتي كان نفسها تعمل معايا المشروع ده من زمان. طب مستنيه ايه؟ كلميها. هنشوف. في ايه يا مليكي؟ حضرة الظابط معاه امر بالقبض على حضرتك. اكيد في سوء تفاهم. خلي بالك من الاسرى يا بطلر مليكي. تفضل.
انا ممكن اعرف انا هنا ليه؟ اوي اوي، انت متهم بالتحريض على قتل شاكر علوان في السجن. كذب، ما حصلش. على فكرة شوقي اعترف ان سامي محروس وجميل الصبان، واعترف على كل اللي معه. الاسامي اللي حضرتك بتقولها دي احنا ما عرفوش. بس هما يعرفوك كويس جدا، ده حتى سامي محروس اعترف انك اديته نص مليون جنيه عشان يدفعهم لشوقي مقابل انه يقتل شاكر بحقنة السن. هيقول زي ما يقول، لو عنده دليل واحد ضدي يوريهولنا. هو بيقول انك قررت تنتقم من شاكر بعد ما قتل والدك. بص حضرتك، انا جايز فعلا اكون فرحت ان شاكر علوان مات، انما اقتله استحالة. مودي بيدخل تقدم شوكولاته. اوكي، مبروك يا فريدة. الله يبارك فيكي. نشوى، انا مش مقتنعة ان انت تبقي بره الصورة، يعني انا لولاكي مكنتش اقدر اعمل كل ده لوحدي. فريدة، دي افكارك وده حلمك يا بنتي. This is your dream. وبعدين يا ستي انا هسيبك لغايه لما تقفي على رجلك، وساعتها هكون فرحانه طبعا، وبعدين هظهر في الصوره. ربنا يخليكي ليا. ربنا يسعدك يا حبيبتي. مش عارفه اشكرك ازاي، بس انا ليا عندك طلب صغير. قول. مفيش داعي تدينا تعرف ان في بزنس بيني وبينك، يعني عينيها وحش. انت هتقولي لي الله يبارك فيكي. ربنا يوفقك. مرسي، مرسي قوي انكم جيتوا. حبيبي التنتها يا اخواتي بحبها. حبيبتي ازيك يا سنية؟ الف نهار مبروك. ربنا يزيد ويبارك ويبارك ليا وليك. يا حياتي، انا مش قلتلك تنتك سنية لما تحطي مناخيرها بحاجة تبقى ايه؟ مهلا بيا. مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك يا فريده. ميرسي يا حبيبتي. اتفضل. نزيد فضلك يا اختي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك، اللهم زيد وبارك. مفاجاه معايا. تمام. مودي تعالى. يلا افتح يا سمسم. ايه رايك بقى في المفاجاه دي؟ خليت هلال يجيبها لما ليه قلت لي انها وحشتك. يلا هات الشوكولاته. اتفضل يا استاذ هلال. سلام. اللهم صل على النبي. ازيك يا عصام؟ الف الف مبروك على قتيل الجميله. الله يبارك فيك. ازيك يا فندم؟ ازيك يا مختار؟ الف الف مبروك. الله يبارك فيك. ميرسي قوي انك جيت. اتفضل. ميرسي. يلا بقى عشان نخش في الشغل الجديد. انت جايب لي شغل ولا ايه؟ انا طبعا، انا الشركه بتاعتي بتنفذ مشروع كبير قوي جنب المطار، فندق يعني. المستثمرين معجبين بتصميماتي جدا. قلت لهم عليك، قلت لهم ان انت ممكن تعمل تصميمات هايله لملابس العاملين وبتخفيضات هايله جدا جدا، ودبستك في المشروع. واضح انك دبستني. انت ازاي بس بتعرف تفكر في شغلك وشغلي في نفس الوقت؟ هو شغل هو شغلك. طب قول لي، في اخبار عن القضيه؟ هني انا جددت الحبس الكريم 15 يوم. يا رب ما يطلعش منه وقت. الدنيا دي شاف هوا انا بغيرك بحين. لا 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 لا، احنا النهارده سوا. لا 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 لا، وبكره هنكون فين؟ في الدنيا، في الدنيا. المحامي بيقول لك اطمن. اطمن ازاي بس يا خالي لما كل شويه بيجددوا لي الحبس؟ معلش، النيابه حاجه والمحكمه حاجه تانيه خالص. وبصراحه بعد اللي حصل ده الواحد ما بقاش ضامن اي حاجه. انا حذرتك يا كريم، لكن انت حبك للانتقام خلاك تفقد السيطره على نفسك وتنسى ان وراك بيت وشركه واسره كمان. بمناسبه الاسره، كنت عايزك تاخد بالك من دينا، والله هي كمان تاخد بالها من ضبطناها. انت خد بالك من نفسك. اذا كان عليها هي واخده بالها من نفسها كويس قوي، وبقت بتتصرف في الشركه كانها شركتها بالظبط. معلش يا خالي، معلش.
استحملها بس اليومين دول لغايه لما اخرج. انا علشان خاطرك ممكن استحمل اي حاجه، لكن المهم ان انت تقدر تستحملها بعد ما تخرج من هنا. حكمت المحكمة حضورياً على المتهم جميل عبد الحميد الصبان بالسجن لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وعلى المتهم سامي محروس عبد الفتاح بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة، وبإحالة أوراق المتهم شوقي حسنين عامر إلى فضيلة مفتي الجمهورية والمتهم كريم ماهر الشرقاوي بالبراءة من تهمة التحريض على قتل شاكر الوان. رفعت الجلسة. العدالة عمرها ما كانت بعين واحدة، وأنا متأكدة إن كريم اشترك معاهم في قتل بابا. المحكمة ما لقيتش أي دليل ضده، بس أنا مش هسكت، أنا هفضل أدور على الدليل لحد ما ألاقيه بنفسي. يا فريدة كفاية بقى، انسي كريم الشرقاوي وركزي في شغلك اللي هيعوضك عن كل اللي فاتك. مش قادرة، مش قادرة يا مديحة، مش قادرة أفكر في شغلي ولا أفرح بأي حاجة في حياتي، وأنا شايفة كريم الشرقاوي عمال ينفد بجلده من جريمة ورا التانية. أنا حقي في رقبة كريم الشرقاوي وحعرف هاخده منه كويس قوي. صباحوا على خير. انا شفته وحاسه ان هو كله اونكل ماهر على فكره. خلاص يبقى نسميه ماهر. ماهر يعني الطفل لسه مولود، نسميه ماهر. هو يعني ماهر ده لازم يبقى راجل بشنب. الله يرحمك يا اونكل ماهر. بص يا حبيبي، طول عمري بحلم اني اخلف ولد واسميه ادم، ولما دلعه يقول لي ادي ادي هاي ادي كوم اون هير ادي باي باي ايدي. ايدي هيلعب كوره في الارجنتين خد بالك. وانا اللي طول عمري نفسي اسميه ماهر. خلاص يا ستي نسمي ادم. ماشي يا ابو ادم. ماشي يا ابو ايدي. مين ده؟ ابنك. ابن انا؟ سميته ادم زي ما انت كنت عايز. بصي شبهك ازاي؟ فظيعه الجنن. نفس الخدود، نفس البق، نفس الدقنه، المناخير الصغننه، بس انت مناخيرك اصغر، بس قمرايه صح؟ بس فظيعه يا ناس. مالك يا موني؟ ساكت ليه؟ كنتش اتخيل ممكن ابقى اب.
وديني حققت لك امنيتك وجبت لك الدومي. الدومي الصغنونه انا مش قادره تعيش من غيره ابدا. لا يا دينا اي كانت، انا مسافر كمان اسبوع وهسيب الشقه وعندي شغل كتير في لندن، ما اقدرش اتحمل مسؤوليه زي دي دلوقتي. لا يا موني انت مش هتسافر، وهتعيش معايا ومع ابنك ادم، وبالنسبه للشغل انا هفتح شركه للتسويق العقاري، وانت كمان هتكون شريكي من الباطن. انا خلاص مش هقدر اسيبك تاني بعد ما لقيتك موني، كفايه انا مش قادره، تعبت قوي. ايه اللي جابك هنا؟ ربنا ما بيباركش في الحرام. تمن الشقه دخلت بيه مشروع وانضحك عليا فيه من الليل اللي كان السبب. مين النصاب اللي ضحك عليك؟ النصاب التاني اللي عرفني بيه، اللي خلاني عملت التمثيليه دي كلها على ألفت الله يرحمها، عشان اخد الشقه اللي حلتها واخليكم كلكم على الحديده. ده تقصد مين؟ خلاص ما عادش يجي منه، ان امشي في الماضي لا يحيي الميت ولا يراجع اللي فات. كريم الشرقاوي هو اللي سلطك على امي مش كده؟ غيره كان عايزنا نبقى على الحديدة، كان عايزني امدله ايدي واركع تحت رجليها. كانت ساعة اللي حصل وانا عايش على امل واحد، ان اعوض خسارتي وارجع لك فلوس والدتك. يمكن ربنا يقبل توبتي ويسامحنا على اللي فات. بس انا بقى مش هنسى اللي فات، مش هدي لكتي كمان يا كريم يا شباب. سلام عليك. خص عليك يا هلال، ايه ده انت عايز تموتني؟ سوري مش عارفه ازاي نشوه مستحملاك لغايه دلوقتي. شو ايه اللي مستحملاها دي؟ كويس قوي ان انا اللي مستحملها دي، مشغلاني سواق عند كل صحباتها. لسه فيها العاده الوحشه دي؟ امال ايه، مدوخاني بقالها كام يوم عشان ادور لواحده صاحبتها اسمها مدام دينا على شقه مفروشه. بس فين وفين بقى لغايه ما لقيت لها طلبها ده، لقيته في المقطم. اصل هي دينا دي كانت عايزه الشقه في حته متطرفه شويه زي ما تقولي كده، يعني بعيد عن الزحمة. صاحبتها اسمها دينا؟ بالحق صحيح، دي قالت لي ان انت تعرفيها كويس كمان. عارفة حضرتك دينا دي اللي هي متجوزة كريم الشرقاوي؟ دينا مرات كريم الشرقاوي عايزه الشقه مفروش تعمل بيها ايه؟ لا لا علم عند الله، انا والله العظيم ما اعرف. انا كل اللي اعرفه ان هي دينا قالت لمدام نشوه خلي الموضوع ده سر بيني وبينك. نشوه بقى ما كتبتش خبر، قالت لي وقالت لي خلي الموضوع ده سر بيني وبينك. انا بقول لك اهو وبقول لك خلي الموضوع ده سر بيني وبينك. الله يخليك. طب بقول لك ايه، هي دينا تعرف ان انت جاري؟ لا خالص، ده انا عمري ما شفتها. ده هي فاكره ان مدام نشوه هي اللي بتدور لها على الشقه بنفسها.
تعرف عنوان الشقة دي؟ نعرف عنوان الشقة. بقول لك أنا اللي دورت على الشقة وأنا اللي جبتها. أقول لك على سر بس خلي بيني وبينك، مفتاح الشقة لسه في جيبي. مفتاح الشقة لسه في جيبك؟ بسم الله ما شاء الله عليك، أنت عرفتيها إزاي دي؟ بس بقى شرط يبقى سر بيني وبينك. عيب بقى، ايه اللي حكايه الاسرار دي؟ كل الناس اسرارها عندي والله. هلال ده سر بجد. اسمعني كويس. واصلين الشقة دلوقتي حالا. وحشتيني. وانت كمان. اتفضل. ده عقد الشراكة اللي كتبه المحامي. وده شيك بمية ألف جنيه غطولك مصاريفك خلال الفترة اللي جاية لغاية ما يبدأ الشغل بينا. نوع دينا ما خدش فلوس من واحدة ست even if she's my girlfriend. sorry بيبي. طب ممكن نعتبرها سلفة وتردها لي من أربع الشغل اللي هيبدأ ما بينا عشان خاطري. please بيبي. اوكي لو كده معلش. افهم من كده انك خلاص مش هتسافر تاني وتسيبني وتفضل موجود معايا في مصر. اوكي هاجل سفري لغايه ما اشوف حاجات الشغل دي. ماشي. طب ايه؟ ايه بقى؟ يعني كل الاخبار الحلوه دي مش محتاجه احتفاليه خاصه ولا ايه؟ يلا. لولو يا لولو لوم تعال سكت الجهال والجهال عايز اللبن واللبن عند البقر والبقر عايز الزارع والزارع عايز المطر. لولو يا لولو لولو يا لولو لوم تعال سكت الجهال والجهال عايز اللبن واللبن عند الباقر والباقر عايز الزارع. نونو يا نونو نونو يا نونو نوم تعال. الو شوفك كريم بيه. من غير مقدمات ولا لف ولا دوران، مراتك دلوقتي في شقة مفروشة مع واحد صاحبها. مين اللي بيتكلم؟ شوف سعادتك، اذا كان الموضوع ده يهمك فهات ورقة وقلم واكتب العنوان اللي همله لك. الموضوع ما يهمكش يبقى كأن المكالمة دي ما حصلتش. واكفي على الخبر مجرور. طب ثانية واحدة. أوي. اكتب سعادتك 23 شارع 23 المقطم. هتسيب مدخل الشقة الرئيسي وتلف شمال هتلاقي مدخل تاني ممكن يدخلك جوه الشقة من غير ما أي حد يحس بيك، وهتلاقيني سايب لك مفتاح المدخل ده تحت المشاية اللي قدام الباب.
الو، ايوه انسه فريده، كريم بيه وصل الشقه دلوقتي حالا. طبعا صورته زي ما قلت لي بالظبط. كل دقيقة بتعدي عليا وانت مش معايا، بحس كأني مش عايشة. بس انا لسه خايف يا دينا. خايف؟ خايف من ايه؟ انت مش معقول بعد كل اللي عملته عشانك عشان تفضل معايا وبتقولي خايف يا موني؟ بليز يا دينا، الحكاية مش الفلوس اللي اديتيها لي او البيزنس اللي بتشاركيني فيه. مش ناسي انك متجوزة؟ جوزي ده في عالم تاني وفي دنيا تانية، بعدين مش هيحتاج مني اكتر من اللي خده، لولاي ما كانش هيعرف يقوم المشروع بتاعه اصلا. بعدين ما تخافش، هو مشغول اليومين دول بآدم. يعني ما بتحبهوش؟ مش هتسيبيني عشانه؟ انا عمري ما حبيت حد ولا هحب حد غيرك. Thank you.
ايه اللي حصل؟ مفيش حاجه حصلت، معرفش يقتلها، واضح انه خاف على نفسه. الحمد لله، انا جدتي كانت ملبشه، انت ازاي توقفي في موقف زي ده؟ مين كان نفسي قوي انا فيك؟ نص اللي عمله فيا ما كنتش قلت كده. يلا يا انت لسه صاحي؟ كويس انك عارفة انك راجعة متأخر. غصب عني يا كيكو. طبعا مشوار شغل اللي انا ما بعرفش عنه حاجة. لا خالص، انا كنت عند الكوافير بعمل شعري، وبعد كده قابلت واحد صاحبتي بقالي 8 سنين ما شفتهش. طبعا قعدتوا ترجوا في 8 سنين دول كلهم. ده احنا ضحكنا ضحك، تخيل بقى ذكريات 8 سنين بنحكيهم في كام ساعة. يا بخت صاحبتك بيكي. طب ما قلتليش ايه رأيك في اللوك الجديدة؟ جميلة، اجمل حاجة فيها انك عاملها لي انا مخصوص. هو انا ليا اعز منك انت يا كيكو؟ الحمد لله على سلامة المدام. الله يسلمك. أهلا وسهلا حضرة الظابط. دي نجت بأمرها الحمد لله. معلش هي خدت حقنة منوم، مش هتفوق قبل بالليل. احنا عملنا معاينة للعربية واكتشفنا ان في حد حاول يخرب في العربية. انت قصدك ان في حد حاول يقتل مراتي؟ وانا هنا دلوقتي علشان اعرف مين الحد ده. ايوه بس انا معرفش هو مين. انت جوزها واكيد تعرف مين ممكن يحاول يقتلها او تخلص منها. حد معلوماتي يعني دينا ما عندهاش اي اعداء. لحد معلوماتي انتوا شغالين مع بعض. عموما حضرتك هي نايمه دلوقتي، لما تصحى بالليل ان شاء الله حضرتك ممكن تيجي وتسالها هي بتشك في مين. هاجي لها بالليل وان شاء الله تكون فايت. حضرتك نعم تفتكر ممكن حد من اعدائي انا يكون عمل كده في دينا يعني عشان ينتقم مني؟ تقصد مين؟ اقصد فريده شاكر علوان.
ده اتهام حقير وانا مش ممكن هسكت عليه. كريم الشراوي بيقول انك سبق وهددتيه تنتقم منه لما رحت له المستشفى في ولاده مراته. انا قلت له هاخد بطار ابويا اللي هو شارك في قتله والمحكمه برئته، بس مش معنى كده ان انا هنتقم من مراته عشان ما عرفتش اخد حقي منه. اللي بيفكر ياخد بطاره ممكن يعمل اي حاجه علشان يشفي بيها غليله. انا لما قلت طار كان قصدي افهم المحكمه ان هو شارك في قتل ابويا، وانا فعلا مش هسكت لحد ما يتحكم على جريمته. كريم الشراوي اتحكم فعلا واخد براءه، واللي انت بتعمليه ده مش في مصلحتك. مش قادره اصدق انتوا سايبين الجاني وماسكين في المجني عليه. انسه فريده، انت هتكتبي لي حالا تعهد بعدم التعرض لكريم الشراوي او اي حد من افراد اسرته. يا حضره الضابط انا هتمدع بتاعها ومش هتسافري في اي حته من غير ما ترجع لنا. كمان هتحددوا اقامتي؟ لا ده مجرد اجراء روتيني لحد ما التحقيق يخلص. اتفضلي. انت احسن النهارده مش كده؟ يعني احسن شويه بس قلبي وجعني جوايا خوف عمري ما عرفته قبل كده. طمني يا حبيبتي انا جنبك. عارف يا كريم لما تبقى عارف ان في حد عايز يقتلك ومش عارف الحد ده مين؟ انت ليه ما عملتيش زيي وقلت لهم انك بتشكي في فريده علوان؟ فريده علوان مشكلتها معاك انت مش مشكلتها معايا. وبعدين انا عايز اعرف مين اللي كان بيحاول يقتلني علشان ما يحاولش مره تانية يا كريم. يعني انت لو عرفتي هو هيبطل يحاول ما تسيب الحاجات دي للبوليس والبوليس مش ساكت. ده كان شغال براحته، اللي عمل كده في عربيتي كان عنده وقت كافي علشان يعمل فيها كده. انت قلتي كده للبوليس؟ لا البوليس هو اللي قال كده، شاكك ان حد جوه القصر هو اللي ممكن يكون عمل كده في العربيه. حد زي مين؟ معرفش. عموما هم هيحققوا مع كل الخدم عشان يعرفوا مين اللي عمل كده في العربيه. اه صحيح، انا ازاي تفوت حاجه زي دي؟ فاتك ايه يعني؟ طقم الخدم كله اللي في القصر هو هو بتاع شاكر علوان، اكيد فريده وزت حد منهم يعمل فيه كده. الحمد لله على السلامة. ما توقعتش انك تيجي تزوريني. ازاي بقى؟ احنا اصحاب من زمان. وبيني وبينك انا استجدعتك قوي لما رفضتي تعملي زي جوزك وتتهميني ظلم في محضر الشرطة. قولي بقى انك جاي تشكريني عشان خدمتك. بالظبط كده. بس حقيقة انا اسفة ان انا ملحقتش اجيب ورد او شوكولا، بس جبتلك حاجة احلى بكتير. السيدي ده يا رب يعجبك. ولا فيه ازاي اقولك بقى؟ مش هيبقى مفاجأة. بس انا بنصحك ما تتفرجي عليه تبقي لوحدك خالص، ما يبقاش معاكي اي حد خصوصا كريم. الحمد لله على السلامة. المرة دي كانت سليمة، محدش عارف المرة الجاية هيحصل ايه.
زياده. مستر كريم جه شاله ومشى. شاله؟ راح فين؟ ما بعرف. سارة امشي دلوقتي لم كل هدومي وحطيها في شنط. حاضر. يلا بسرعة. حاضر. تنام وافتح لك جوزي للحمام. مسكين حبيبي كانش عارف انه هيتولد يلاقي المشاكل دي كلها في انتظار. انا عايز اعرف ايه اللي جاب ابن كريم الشرقاوي عندنا هنا؟ ما هو كريم ادى الممدوح وممدوح ادى العزة وعزة جابته لي هنا. وهي ما خليتوش عندها ليه؟ عشان امه اكيد هتدور عليه عند ممدوح. يا شوقية يا شوقية، هو احنا ناقصين مشاكل؟ مش كفاية اللي حصل لنا؟ تظهر يا صالح كتب علينا نشيل مشاكل غيرنا طول عمرنا. وانا صغير كنت احب اطلع لجرس الشمس ساعة الغروب، كان هيتهيأ لي وقتها ان الشمس دي عطشانة طول النهار ونازلة دي الوقت تشرب من مية النيل. هتضحك على خيالي الساذجي ولا ايه؟ لا ابدا، اصلا انا كنت بفكر زيك بالظبط. يعني طلع زي هتحب النيل؟ طبعا بحب النيل، مين ما بيحبوش؟ بس النيل عندكم في أسوان حاجة تانية خالص، ميته صافية مفهوش عوادم عربيات وبواخر زحمة بني آدمين. ولما انت طالعة تحب النيل عندينا كده ليه مش رايدة ترجع معاي؟ يا هاشم انا قدامي سكة طويلة قوي هنا، مش معنى ان شوقي اعترف ان هو قتل ابويا ان الموضوع خلص على كده. يعني رايدان ارجع لوحدي؟ تعرف يا هاشم لو كان عندي اخ كبير ما كانش عمل معايا اللي انت عملته. كلمة محبوسة جوايا بقالها أيام وليالي طويلة، عمري ما حسيت إن هي عايزة تنط على لساني جدي دلوقتي. تكلم يا هشام، أجمل حاجة في الدنيا إن أنت تقول اللي أنت حاسس بيه وقت ما تحسه. أنا بحبك يا فريدة جوي. في كام يوم غيرت حياتي اللي عشتها 30 سنة قبل ما أشوفك. بتحسر على عمري اللي فات من غيرك، بحلم تشاركيني عمري اللي جاي. هشام انا مش عارفه اقول لك ايه، انا بجد مقدره مشاعرك بس انا ما عنديش حاجه اديها لك دلوقتي. كل اللي اقدر اقوله لك اني عمري ما هنسى وقفتكوا جنبي، عمري ما هنسى الايام الحلوه اللي قضيتها معاكوا في اسوان. خلاص بقيت أهلي. جوزي ده في عالم تاني وفي دنيا تانية، مش هياخد مني اكتر من اللي خده، لولايا ما كانش هيعرف اصلا يبدأ المشروع بتاعه. انا عمري ما حبيت حد ولا هحب حد غيرك انت. بحبك. Thank you.
عايزة يا فريدة؟ عايزك تعرف انك مش هتقدر تتبلى عليا تاني. اتهمتني بمحاولة قتل مراتك. كنت عايز تتخلص مننا احنا الاتنين في ضربة واحدة. بس الضربة دي جت على دماغك انت. السي دي ده انا هوديه للنيابة عشان يشوفوا بعينيهم مين اللي حاول يقتل دينا هانم. لا يا فريدة، انت لو كنت ناوي تروحي للنيابة مكنتيش جيتيني هنا دلوقتي. عايزة مني ايه؟ برافو، لسه بتتمتع بشوية ذكاء من بتوع زمان. خلصينا يا فريدة، عايزة مني ايه؟ عايزك تروح النيابة وتعترف ان انت اللي حرضت غريب يسرق المجوهرات من الشقة، وان انت اللي حرضت وجيه يتجوز امي عشان يلهف كل اللي حلتها. يعني قتلت الست المسكينة مرتين، مرة لما صدمتها في جوزها، والمرة التانية لما سرقتوا المجوهرات اللي كنا هنبيعها ونعالجها بتمنها. وانت مين اللي قالك التخاريف دي بقى؟ تعرف كويس قوي انها مش تخاريف، لان وجيه اعترف لي بكل حاجة، زي ما غريب اعترف للبوليس بكل حاجة. وانت في كل مرة كنت فاكر ان انت هتنفد بجلدك عشان مفيش دليل ضدك. ساكت ليه؟ كنت فاكر نفسك مش هتتكشف ابدا؟ يعني انت عايزاني البس نفسي قضيتين عشان اخرج من قضية واحدة؟ هما قضيتين اه، بس قضيتين خفاف قصاد قضية تقيلة قوي، محاولة قتل مع سبق الإصرار والترصد. بص يا فريدة، أنا مستعد أعوضك، أديك أي حاجة اللي انت عايزاه، بس اصل الفيلم ده تديهوني. انسى كل الملايين اللي معاك، مش هتنفعك دلوقتي. هديك فرصة تفكر قبل ما اقدم السي دي للنيابة. انت فاكرة نفسك هتخوفيني؟ يكون في علمك الفيلم اللي معاكي ده مالوش اي قيمة عشان ما خدتيش اذن من النيابة قبل ما تصوري. اوكي، انا هوديه لهم وهم يقولوا كده بنفسهم. نسيت اقول لك حاجه مهمه قوي، في نسخه من السي دي ده مع دينا، يعني هي شافتك بعينيها وانت بتحاول تقتلها.
مش قادرة أصدق. كريم جه هنا وشافنا مع بعض وكان هيقتلنا. أكيد فريدة هي اللي ورا المصيبة دي. يعني هيحاول يقتلنا تاني؟ مش هي دي المشكلة يا مود، المشكلة إنه خطف آدم. طب هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هو انا جايه لك عشان تقولي هنعمل ايه؟ انت فيك ايه؟ المفروض تحلل المشكله المصيبه اللي انا فيها. اوكي يا دينا، سيبيني وقت افكر اقول لك نتصرف ازاي. وادي مفيش وقت، الوقت مش في صالحنا. واني انا خايف علينا وخايف على ادم. اوكي، حاولي تعرفي خبى ادم فين وانا اكلمك اول ما اعرف هنتصرف ازاي. ايوه فريدة، دينا لسه نازلة من العمارة دلوقتي، شكلها كده تقريبا ما شافتش البنت التانية. موني we not meet here anymore. I know I'm not coming back here. You wanna grab a bite to eat? الو، ايوه دينا هنا. لا انا واحده ما تعرفيهاش، اصل انتي صعبتي عليا قوي. اصل موني اللي انتي سبتي عشانه بيتك وجوزك وابنك بيخونك مع واحده تانية. بعدين من غير عصبيه بقى وانفعال عبيط، تقدري ترجعي وتشوفيهم بنفسك. باي باي. بقيت واحدة تانية خالص عشانك، لعبت كل الألعاب القذرة وبقيت قذرة عشان حبيتك وعايزاك تفضل جنبي. عايز أعرف قبل ما فرغ المسدس ده في دماغك ودماغها، من إمتى وإنت تعرفها عليا؟ ولإمتى كنت ناوي تستخفلني وتاخد فلوسي عشان تصرفها عليا؟ وإزاي جالك قلب تجيبها هنا في البيت اللي أجرتهولك بفلوس يا حقير يا واطي؟ I love you. You know I do. I never loved anybody like you. Trust me. I love you. Thank you.
الو بوليس النجدة، بقول لسعادتك ايه، انا عايز ابلغ عن جريمة قتل. القاتل لسه خارج بعربيته من المقطم دلوقتي حالا. خد حضرتك رقم العربية عندك، 5-4-2-2-3-3 ملاكي القاهرة. كل همي اعرفها صاحبها الكلب ده على حقيقته. كنتش اعرف انها شايله مسدس، انها ممكن تنضرب بيه. ربك رايد بقى انها تاخد جزاها، هو كمان اتقبض عليه وزمانهم بيحاقوا معاه دلوقتي. الحمد لله على السلامة. دكاترة أنقذوكي، طلعوا رصاصة من بطنك. آدم ابني، عايز أشوف آدم. ابنك أنت ما تستاهليش تكوني أم. حرام عليك، مش كفاية اللي حصل لي. لا مش كفاية، مش ممكن اخلي ابني يتربى مع ام مقرفة زيك. تتكلم عن ادم كأنه ابنك. ادم ابن واني، وهو ده اللي انت كان لازم تعرفه من الاول. لو كنت تقدر تقتلني كنت قتلتني أول مرة شفتني فيها مع موني. مش ممكن أوسخ إيدي ولا سمعتي عشان واحدة خاينة مقرفة. مش أنا اللي هقوم بالواجب ده. أنت كمان خنتني. فريدة ألوان كانت بتنام في حضنك وأنت نايم جنبي. تقابلت عليا، لا مش ممكن تقبلوا على فريدة. كنت بتخوني كل يوم بقلبك مع فريدة الوين.
شاء الله مامته هتقوم بالسلامة وتربى في عزكوا. واخد الواد ورايح على فين؟ كان نفسي اطمنك يا كريم بيه، بس للاسف نتيجه تحليل الدي ان ايه اللي عملناه ليك وللولد بتؤكد انه مش ابنك. يعني الله يرحمها مدام دينا، انا كنت جاي على فكره لحضرتك يعني في العزاء، بس يعني كنت بعمل عمرتين، عمره ليا والعمره لوالدتي، ودعت لها في العمره يعني الفاتحه لها. متشكر يا رمزي، كويس انك جيت. كنت لسه بفكر فيك دلوقتي. وانا كمان بفكر في حضرتك. محتاج خدمه، وما اظنش في حد هيعرف يأدي الخدمه دي زيك. انا خبرك وامرني. المفاجأة الغريبة دي فريدة هانم. واضح ما تسلميش، انا نسيت والله العظيم ليكي وحشة. رمزي طه. كمان فاكرة اسمي؟ انا متأكد ان انت عمرك ما تنسيني. انت ايه اللي فكرك بيه؟ يعني هما كلمتين محشورين في زوري من زمان وعايز اقولهم لك، مش هرتاح غير لما اقولهم لك. اتفضل. يعني حضرتك، انا نفسي يعني ما تتعبيش نفسك بطارق اللي عند كريم الشراوي اكتر من كده. الحزبة دلوقتي متظبطة وكل واحد خد حقه. معناه ايه الكلام ده؟ معناه حضرتك ان ممكن كريم الشرقاوي يعني ربنا يغفر له ممكن يكون اتورط فعلا في قتل باباك الله يرحمه، لكن هو في نفس الوقت بياخد طربه. هو بقى اللي بعتك تقول لي الكلام ده؟ لا 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 سمح الله، الله العظيم ابدا. انا بس جاي اقول لك الحقيقة اللي انا اعرفها كويس، لان انا كنت شاهد على العصر. يعني كنت جزء من الحقيقة. انت عايز تفهمني ايه؟ إن بابا هو اللي قتل ماهر الشرقاوي؟ لا لا سمح الله، هو ما كانش يقصد يقتله، هو بس يعني الله يرحمك يا سعادة بيه، هو كان كلفني بعملية عشان بس يعني أهت بابا كريم وكريم عشان يبعده عن طريقك، لأنه كان بيحبك قوي وبيخاف عليك. بس هو اللي حصل يعني إن اللي نفذ العملية منه لله بقى كان غشيم، فمات أبو كريم ومات باباك الله يرحمه في الجنة إن شاء الله، وعاش كريم عشان ياخد بطاره. انت بقى عايزني دلوقتي اصدقك؟
سؤال منطقي. انا عارف ان انا طول عمري كانت اعمالي غريبه وشريره، بس انا بالامانه والله العظيم انا بعد ما خرجت من السجن تبت الى الله، والله العظيم اهو والله تبت الى الله وخلاص بعرف ربنا، وضميري هو اللي صاحي دلوقتي. يعني مش عارف اقول لك ايه، انسي كل اللي فات يا مدام فريده، بقى عندك اتيليه جميل، فساتين حلوه ما شاء الله. ركزي في اللي انت فيه دلوقتي وربنا يوفقك، ما تضيعيش وقت اكتر من كده. بس يعني انا ليا طلب صغير بس عند حضرتك، لو 20 جنيه بس عشان انا اروح اركب بس الميكروباص، لان انا خارج من السجن ومعيش اي حاجه. طب فستان بس، خالتي هتتجوز بعد 3 ايام، لو فستان بس. امشي يعني. اطلع بره. طب الاخضر ده حتى بقول بره. شخصيتك كاسحه، اعمل ايه؟ شوفي بقى يا ست، انا خدت قرار مصيري، اكتب يافطه كبيره كده وعلقها على قلبي مكتوب عليها وداعا للعزوبيه. انا لازم اكمل نص ديني بقى. ايه مالك بتتكلميش ليه؟ طب حتى يا ست اسأليني العروسه مين، ولا عامل الفرح فين، ولا هتجيب البدله منين؟ طب خلاص قولي لي مبروك بس وخلاص. مبروك. يا سلام، يعني ده كل اللي ربنا قدرك عليه؟ هتشاركي في الفرح بمبروك بس؟ عصام انت تقصدني انا العروسة مش كده. مش عارفة اقول لك ايه. تقولي ايه؟ تقولي اللي في قلبك على طول، زي ما انا اتكلمت كده وقلت اللي في قلبي. انت الانسان الوحيد اللي وقفت جنبي في ظروفي الصعبة اللي عدت عليا. حنيتك وطيبتك خلتني احس ان الدنيا في حاجات حلوه كتير تستاهل ان احنا نعيش. يعني موافقه تتجوزيني يا حبيبتي؟ عصام انا عشان بحبك بعزك قوي، حاسه ان انت تستاهل واحده تانية، تستاهل حد غيري. فريد انا مش فاهم حاجه. انا بحبك، متاكد 1000000% ان انت بتحبيني. احنا نضحك على بعض ولا ايه؟ حسام انا مش عايزه اصدمك ولا اجرحك، عايزك تفضل تحبني وتحترمني طول العمر. انت ايه اللي مخبيه عليا؟ اتكلمي يا فريده. في سر كبير في حياتي سالت وعرفت ان من حقي احتفظ بيه لنفسي، بس قلبي وضميري بيقولوا لي ان انت من حقك تعرفه. كنت متجوزة يا عصام كريم الشرقاوي، اتجوزت عرفي، ابوي عارف، مكانش موافق ان احنا نتجوز علني. كنت فاكرة ساعتها ان انا مش بعمل حاجة غلط، حملت منه، كنت فرحانة بالبيبي. بعد ما والده مات كانش ينفع نكمل، نزلت البيبي وسيبنا بعض. أنا كان ممكن نتجوز وانت متعرفش اي حاجة، كان ممكن برضو ابعد ومتعرفش اي حاجة، بس انا قررت اصارحك بالحقيقة عشان ما تتعذبش بذنبي لو اتجوزنا، ما تتعذبش لو ما اتجوزناش. عصام انت تستاهل واحدة تانية احسن مني.
ونعم بالله. كريم أنا مش جاية اتشفى فيك، أنا جاية علشان أنا تعبانة زي ما أنت تعبان بالظبط. أنا وأنت حبينا بعض، حاولنا نخلي أهالينا يحبوا بعض فشلنا، بدل ما يدونا هما الحب زرعوا في قلبنا حقد، دخلونا في دايرة انتقام ملهاش آخر. حاسة ان انا في ظلمة، الشمس مش هتطلع علينا تاني. في يوم من الأيام طلبت منك إنك تنزلي ابني اللي في بطني، قتلت ابني اللي من صلبي، ودلوقتي رميت التاني اديته لخالي علشان مش من صلبي. يا ريتك ما سمعتي كلامي، يا ريتك ما نزلتي، يا ريتك خليتي، كان زماننا بنتحدى العالم كله بيه. احنا الاثنين غلطنا. بس الشاطر فينا دلوقتي اللي يفضل عايش لحد ما يعوض اللي راح منه. عرفت انك حامل، حسيت ان حلمي اتسرق مني. انا سافرت عشان اهرب منك، لكن ما عرفتش انساكي. انا ما رضيتش اقول لك اني عارف عشان ما جرحكيش. ايمن انت فاكر ايه؟ انا كنت متجوزه كريم الشرقاوي، والحمل ده كان منه. كنت متجوزه؟ متجوزة كريم عرفي، اتجوزنا في السر، وابويا عرف بعد كده، وهو اللي أرغمني أنزل البيبي. فريدة، أنا مش من حقي أحاسبك عن الماضي، لأنه ملكك. أنا عاوزك دلوقتي. أنا من كام يوم قلت لعمتي أنا مضطرة أسافر، واقترحت عليها إنك أنتي ومودي تيجي تقعدوا معاها هنا، بس هي كان عندها اقتراح تاني. راح ايه؟ اننا نتجوز وتسافر معايا. ايمن اوعى تكون قلت لها حاجه عن سري. انا خبيت سرك عن الدنيا دي كلها. انا بجد مش عارفه اقول لك ايه. انت مش بس طيب، انت راجل بجد. بقالك قد ايه بتقولي انك خلاص كبرت وبقيت فاهم كل حاجه؟ من ساعه ما اتولدت تقريبا.
طب ايه رأيك بقى ان انا جالي عريس؟ بس انا قلت له مش هقدر ارد عليه غير لما اخد رأي ولي امري الاول. ايه رأيك؟ مين؟ ايمن عزمي. ايه ده؟ ايه بقى البصة دي؟ ماله ايمن؟ ما هو كويس وعارفينه، وعلى الاقل خل اخونا شاكر الصغير. بتحبيه يا فريدة؟ انا متأكدة ان هو بيحبني. بتحبيه يا فريدة؟ يعني انا حاسة ان انا ممكن احبه زي ما هو بيحبني. مبروك روني، كنت فاكرك هتكلميني عن عريس تاني. ليحب أحدكم الآخر، ولكن لا تجعلا من الحب قيدا، بل اجعلاه بحرا متدفقا بين شواطئ أرواحكما.